بيراميدال ابوف ذا ليفل اوف سي 5. وقلنا لازم يكون بيراميدال ليه؟ لابد ان حاجه تبقى ابر موتور نيرون ليجن. مفيش حاجه هتضيع نص الجسم الا الابر موتور نيرون ليجن. وفي نفس الوقت قلنا حاجه مهمه، قلنا ان الايتيولوجي بتاعنا كل الايتيولوجي بتاع النيرولوجي يمشي بتاع كل الامراض، لكن اهم كلمه اللي هي كلمه فاسكولار ستروك، اللي هي كلمه فاسكولار، فاسكولار يا امبولس يا ثرومبس يا هيموريج، واتكلمنا عليهم وقلنا في اشياء ثانيه. ثم بعد كده لما جينا قلنا الكلينيكال بيكشر، الاوزوت والكورس مهمين. لو كان المرض جاي اكيوت حاجه اسمها شوك سويت معاها هايبوتونيا او هايبرفليكسيا، طبعا تقعد من اسبوعين الى 6 اسابيع، بعد كده يبدا يحصل له هايبرتونيا وهايبرفليكسيا. كل ده اتكلمنا عليه امبارح. وبعدين قلنا ايه بعد ما خلصنا؟ قلنا لو المرض جاي جراديوال يبقى سباستيك فروم ذا ستارت، لو اكيوت هيبقى عنده فلاسيديتي ثم سباستيستي. ومسكنا العيان فحصناه، لقينا ان الناحيه اليمين مثلا او الناحيه الشمال مثلا دراع ورجل فيهم مواصفات الابر موتور من الجدول، حيث الهايبرتونيا والهايبرفليكسيا والديستريبيوشن اوف ويكنس والبوست بابليسكي والبوستولوجيكال ريفلكسز والكولونس. يعني اذا الحاله فيها از ات هيميبليجيا؟ يس هيميبليجيا. ليه قلت عليها هيميبليجيا؟ عشان في ابر موتور واخد ناحيه من الجسم. طيب فاضل لي حتتين بقى، الليفل، الليفل بتاع الهيميبليجيا. طيب ما احنا قلناها، لا احنا قلناها كده، هنقولها بقى بشيء من التفاصيل. الليفل بتاع الهيميبليجيا ممكن يكون سباينال، ممكن يكون برين ستيم، ممكن يكون سيريبرال. اذا كان سباينال يعني ايه سباينال؟ يعني انا جيت عملت هيمي سكشن هنا، لازم احط لك المنظر ده، ربنا يفتكر ده ترانزفيرس سكشن والسباينال كورد اهو. هنا في عندنا البيراميدال، وطبعا في البوستيريور كولوم ورا، ما تنساش ان هنا في الموتور وان هنا في السيرفري. عايز اقول ايه دلوقتي لحضرتك؟ انا عملت هيمي سكشن في السباينال كورد، يعني انا جيت دخلت كده، انا دمرت الحته دي، عملت هيمي سكشن في السباينال كورد. لما اعمل هيمي سكشن في السباينال كورد انا عملت حاله اسمها سباينال هيميبليجيا. لازم بقى اعرف فيها ايه؟ هعرف فيها الايتيولوجي واعرف فيها الكلينيكال بيكتشر. اولا الايتيولوجي، الايتيولوجي ايه يا اولاد اللي ممكن يدخل هنا ويعمل لي هيمي سكشن بالمنظر ده؟ ايه اللي يقطع السباين، ايه اللي يقطع نص السباينال كورد كده؟ حاجه من الاربعه، اشهرهم ستاب ووند، حد ياخد سكينه كده، او ديسك برولابس هنلغو اللي هو الحته بتاعت الكارتج دي تروح داخله وضغطها، هناخدها بالتفصيل ديسك برولابس، او يكون تيومر، عندي تيومر طالع في هذا المكان، او يكون يا جماعه او يكون واحد عنده دي اس، مرض الدي اس ممكن يجي يعمل انفلاميشن هنا. يبقى الايتيولوجي اوف سباينال، الايتيولوجي اوف برامز كوارد، اربع حاجات اشهرهم ستاب وون، ممكن ديسك برولابس، ممكن تيومر، ممكن دي اس، ده الايتيولوجي. الكلينيكال بيكتشر على شقين، في حاجات بتحصل ات ذا ليفل وفي حاجات هتحصل تحت الليفل. يعني ايه ات ذا ليفل؟ مش انا جيت عملت هيمي سكشن هنا، طب ما هو الهيمي سكشن ده خد بالك ضغط لي على الموتور وضغط لي على السنسوري، مش كده ولا ايه؟ لما يجي يضغط لي على الموتور هنا، على الحته الموتور دي، مش دي تعتبر المكان ده، الحته دي مش دي تعتبر بدايه اللور موتور نيرون ولا ايه؟ مش الانتير هورن سيل والروت، مش دوت اللور موتور نيرون؟ خلاص انا هقول لكم كلمه قولوا لي موافقين ولا لا. المريض ده هيحصل له ابسي لاترال لور موتور نيرون ليجن انزيليبل، يعني الحته اللي فيها مشكله هيبقى فيها ابسي لا بحيث الهايبوتونيا والهايبو ريفلكس. دكتور مش فاهمين، هفهمك. انا جيت ضربت هنا، عملت ليجن هنا، ضربت عند سي 4. لما تعرف حضرتك ان سي 4 دي بتغذي عضله اسمها الترابيزيس، فانت هتلاقي طالما عند ضربت عند سي 4 الترابيزيس دي فيها هايبوتونيا، الترابيزيس دي فيها ويستنج، يعني ادز ليفل عندي لور موتور نيرون ليجن. في نفس الوقت مش الدورسال رود ده اللي شايل كل الاحاسيس عشان هتدخل هنا؟ طب ما هو دي اتضربت هي كمان، يبقى انا معايا هنا برضو ابسي لاترال لوس اوف اول سنسيشنز. هل احساس معين ولا كل الاحاسيس؟ كل الاحاسيس. يبقى كل الاحاسيس، يبقى انا كده فقدت كل الاحاسيس فين؟ ابسي لاترالي في هذا المكان، يعني عند سي 4 دي اللي انا ضربت عندها اصبحت انا مش حاسس لا سوبرفيشال ولا ديب ولا اي حاجه ولا اي احساس، مفهومه؟ يبقى ده عند الايه؟ عند الليفل. طب تحت الليفل بقى انا ضربت كام تراكس؟ ثلاثه، ضربت الاحمر بالبيراميدال والاسود الديب سنسيشن والازرق الاسوبرفيشال، حلو كده؟
واحدة واحدة. يبقى تحت اللي بيحصل ايه؟ واحد بس قولوا لي مفهوم ولا لا. ابسي لاترال هيمي. صحيح. هيمي بليجيا مفهوم؟ اه. وابسي لاترال صح؟ اه. انا سباينال. اه خلاص ده عدى. يبقى ده ابسي لاترال. ومعايا كمان نمرة اتنين. ابسي لاترال. جيب. سنسوري افكشن. لحظة. هو انا قلت ليه ابسيلاترال ديب سنسور افكشن عشان الكراكت الاسود ده بتاع الديب سنسيشن هو البوستيريور كولم. طب حد فاكر لما قلنا ان البوستيريور كولم شايل حاجتين؟ شايل ديب سنسيشن وفاين تاتش. طب انا هزود هنا كلمه ابسيلاترال ديب سنسور افكشن زائد كمان فاين تاتش. قشطه. طيب عندي كونترالاترال سوبرفيشال سنسوري افكشن. اقصد مين بالسوبرفيشال؟ بين وتمبريتشر وسامبل تاتش. يعني عليا انا كده لو انا ضربت في الناحيه الشمال يبقى العين ده في الناحيه الشمال فيه هيمبليجيا، الناحيه الشمال فيها ديب سنسور افكشن وفيها فاين تاتش، والناحيه اللي بين فيها سوبرفيشال بين وتمبريتشر وسامبل تاتش. طب انا عايز افهم حته التاتش، حته التاتش لوحدها. ها انا في الناحيه المصابه فاين، الناحيه الثانيه عشان كده تلاقي الكتاب كاتب لك ايه ديكريز ذا تاتش باي لاترال. موافق؟ التاتش قل في الناحيتين بس هو يقصد ايه؟ كل ناحيه الابس لاترالي راح الفاين تاتش مع البوستيريو كولا، وكونترا لاترالي راح السيمبل تاتش مع مين؟ لا انا خلصت كلامي، انا خلصت كلامي دخلت. بس عايزين بس انا مشكلتنا برضو ما انا هقعد اقولها طول عمري يعني هو مع كل الطلبه مش مع كل بس مشكلتنا ما اعرفش نجاوب. المصيبه ما اعرفش نجاوب والله العظيم، والله ما اعرف نجاوب. هيجي لك سؤال ها ب 10 درجات جيب ان اكونت اون سباينال هيمبليجيا او براون سيكوال سندروم. ها هو انا قايل الديفينيشن بتاعها يعني ايه هيمبليجيا؟ اول كلمه اقولها يعني ايه هيمبليجيا، وكونه قايل براون سيكوال يبقى از ليفل اوف سباينال كورد ايفاف سي 5. خلاص دي حاجه قايل ايتيولوجي. قول اربع كلمات. حلو كده. بعد كده اقول لي كلينيكال بيكتشر. ايه كلينيكال بيكتشر؟ ادي ليفل ابسيلاترال لور مو ها وابسيلاترال لوس اوف فورسيشن، وتحت الليفل ابسيلاترال هيموجيشن ابسيلاترال ديب سنسور انفكشن وفاين تاتش كونترالاترال سوبرفيشال سنسور انفكشن ومعاه سيمبل تاتش. حلو كده. ما خلصناش. مش الحاله دي اكيوت هتخش الشوك ستيج ثم يعني الاول هقول ان هو عنده هيمبليجيا ولا لا. بعد ما تقول الكلمتين دول هو كاتب بقى جنرال فيتشرز اوف هيمبليجيا ان هو في الشوك ستيج عنده هايبوتونيا وهايبرفليكس بلو دي ليفل، ودي بتكون معاها ما عنديش حاجه لسه البلانتر ريفلكس ما ظهرش، تقعد من اسبوعين لسته اكوردنج تو ذا جنرال كونديشن. لما تبقى قصيره يبقى جود بروجنوزس، لما تبقى طويله يبقى باد بروجنوزس. ثم دخلنا في الاسباستيك ستيج وتقوم واصف الناحيه الشمال من الجدول حيث الديستريبيوشن اوف براند. فهمتوا حاجه؟ يبقى 10 درجات كده. وبعدين تبقى ايه التريتمنت كمان؟ هنعرف التريتمنت. المهم حد انتوا بتفرحوا جدا يجي لك سؤال 10 درجات براون سيكور تقول لي ايه؟ هو انت كاتب الحته دي؟ ما ينفعش تاخد 3 من 10 ما ينفعش. لازم الديفينيشن، لازم تحط الاسباب، لازم تحط لي الكلينيكال فيتشر اللي هي العامه دي اهم حاجه اه، ثم تقول لي الجنرال فيتشرز اوف هيمبليجيا اللي هي الشوك ستيج ثم الاسباستيك ستيج. الكلام واضح؟ لو جالنا سؤال براون سيكور دي في اي مشكله؟ حاله سهله جدا وبسيطه جدا وتيجي كده سؤال لوحدها، وجي قبل كده وهيجي وجه وهيجي وتتشاف حاله في الكلينيكال كمان. ماشي؟ طيب نيجي لتاني حاجه. لو انا طلعت فوق على مستوى البرين ستيم، انا على مستوى البرين ستيم قلنا لما بيحصل مرض في البرين ستيم الهيمبليجيا دي ليها اسم؟ اه ليها اسم. قلنا اسمها كروزد هيمبليجيا. قلنا الكلمه دي جت منين يا اولاد؟ مش انا عملت ليجن كده هنا في مكان ما فبقى عندي ابسي لاترال كرانيال نيرف افكشن وكونترا لاترال هيمبليجيا. مثلا انا ضربت في البرين ستيم الشمال فيبقى في هيمبليجيا يمين وعندي كرانيال نيرف افكشن في الناحيه الشمال. لما يحصل كده يبقى اسمها كروز، يبقى اسمها كروز هيمبليجيا. وهذه الكروز هيمبليجيا يا اولاد هي لو كانت كده يعني مثلا ايه انا عندي هيمبليجيا في ناحيه وكان النيرف في ناحيه وشخصتها وخلاص كانت تبقى سهله، بس بتوع النيورولوجي مش هيسهلوها. ده يقول لك ايه هي كروز هيمبليجيا خلاص الفكره مفهومه، بس هي كروز هيمبليجيا فين؟ هي كروز هيمبليجيا فين؟ عارف يعني ايه فين؟ فين؟ يعني هل هي هيمبليجيا على مستوى البيبرين ولا على مستوى البونز ولا على مستوى المظلة الأوبلونجات؟ ها فهمني يا دكتورة شاطر. ها وانا اعرف ازاي على مستوى مين؟ ما احنا عارفين
ان 3 و4 من الميد برين، ان 5 و6 و7 من البون، و9 و10 و11 و12 من المظله الاوبلونجاتا. يبقى الشاطر هيقول لي بص يا دكتور تعالى والجنايه بقى، لما يكون مشكلتي، لما تكون مشكلتي ان انا عندي هيمبليجيا كونترالاترال وعندي ابسيلاترال كرينيا نيرف افكشن، لو كانت المشكله في 3 او 4 يبقى المرض فين؟ في الميد برين. لو المشكله في 5 او 6 او 7 يبقى المرض فين؟ في البون. 9 او 10 او 11 او 12 يبقى في المظله الاوبلونجاتا. والله لو كده برضو كانت تبقى سهله، بس الموضوع مش كده. في 6 علماء كانوا يعانون من فراغ شديد. عارف الفراغ الشديد؟ كل اثنين منهم مسكوا حته، يعني اثنين مسكوا الميد برين، واثنين مسكوا البونز، واثنين مسكوا المظله الاوبلونجاتا. كل واحد من الاثنين دول يقول لك ده لو اتضربت الحته دي يبقى ده اسميه باسمي، لو اتضربت دي اسميه باسمي. بس عايزين نتفق على حاجه الله يبارك لكم، كلهم بيتفقوا في الاتي، ان انا عندي كونترالاترال هيمبليجيا وابسيلاترال كرينيال. على حسب بقى مين الكرينيال نيرف او الحاجه اللي هتضرب هنسميه. عشان كده هنقول ست علماء ونحفظهم ان شاء الله. اولا على مستوى الميد برين، ها ممكن تتضرب يحصل حاجه واحد اسمه ويبر، فسمى حاجه اسمها ويبر سندروم. ويبر ده سهل جدا، قال لك الاوكيولو موتور هيتضرب. ها الاوكيولو موتور الحته دي هتضرب. يلا ايه رايك لو انا عملت ريجن في هذا المكان؟ ريجن في هذا المكان انا عنده ابس لاترال اوكيولو موتور وكونترا لاترال كل حاجه، فيها مشكله؟ ابس لاترال اوكيولو موتور كونترا لاترال كل حاجه، ابس لاترال اوكيولو موتور كونترا لاترال كل حاجه. لما يحصل كده يبقى الحاله اسمها ويبرز. يبقى ويبرز وسط مين؟ كله ركز كده معايا الاول. بص معايا انا دلوقتي انا بتكلم، يلا معايا تسعه جيت بسرعه. انا خلاص انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا بتكلم عن حاجه اسمها كروز هيمفيجي. قلنا كروز هيمفيجي يعني ايه؟ يعني انا جيت ضربت الثلاث تراكس دول، الثري تراكس دول، مش البرامنر ده جاي من الشمال رايح اليمين، يبقى يعمل هيمفيجي فين؟ يبقى كونترا لاتر. طب الاسود ده جاي منين؟ يبقى كونترا لاتر. طب الازرق ده جاي منين؟ يعني يبقى كله ايه؟ يعني كل حاجه كونترا لاتر، بس انا ضربت النيوكليس دي بتاعت النيرف ده. يبقى انا معايا هنا ايه بقى؟ معايا كونترا لاتر هيمبليجيا وابسي لاتر اوكيولو موتور. لو حصل كده ها وصفها واحد اسمه ويبر وسماها ويبر سندروم. يبقى يعني ايه ويبر سندروم؟ على فكره تافهه جدا يعني. يجي لك واحد عنده ميلتوزس وصار مفيش عنده مشكله في الاوبيو موتور وعنده هيمريشا في الناحيه الثانيه. اللور موتور طبعا النيوكليس يبقى لور موتور. اصلا مفيش حاجه اسمها ابر موتور في الاوبيو موتور. ماشي مش هو يدخل الانسان ده؟ بس كده خلاص، بس خلاص. يبقى ادي تحت اللور موتور وتحت الليبرت ابر موتور. المفهومه دي اسمه ايه ده؟ مفهوم الويبر؟ في مشكله في الويبر؟ طلع واحد تاني ها اسمه بندكت، اسمه بندكت. خدنا بندكت دي فين قبل كده؟ أول مرة تشوفها؟ لا والله خدته بندكت. كان في حاجة اسمها بندكت تيست. بندكت تيست يالا بتاع البايو كيمستري. طب في الجامعات المحترمة بتاع كلية الطب في حاجة اسمها معمل بايو كيمستري. يروح للطلبة يجيبوا لهم شوية بوج بول ها واخد بالك يورين. مين هو؟ هو جايبينه من أي حتة. يقول لك اختبر لي فيه سكر ولا ما فيهوش سكر؟ بعد الشخص ده عنده سكر ولا ما عنده؟ هو كلمة دايابيتس ميليتس يعني إيه؟ يعني مرض البوليسوكاري. فياخد العينه دي وبعدين يروح يسعرها كده ويحطها على حاجه اسمها فيلنج ريجن. لو لونها احمرت، لو لونها احمر يبقى دوت عنده يورين وده اسمه بندكت تيست. بس خلاص خدناها بس مش عارفين ايه مش عارفين. لا انا بقول ملوش علاقه اصلا بالموضوع خالص. لا بس هو ايه تشابه اسماء؟ ده بندكت وده بندكت تاني خالص. بندكت ده قال لك ايه بقى؟ قال لك انا بالظبط زي ويبر، انا زي ويبر بس معايا هنا حاجه كمان اتضربت هنا كده اسمها ريد نيوكليس. اسمها ايه؟ ريد نيوكليس. الريد نيوكليس دي بتساعد في الوظيفه بتاعت السيريبيلم، بتساعد في الوظيفه بتاعت السيريبيلم. ها وانا اسمي بندكت، يبقى انا بندكت معايا مين؟ معايا الاوكيولو موتور ومعايا كمان الايه؟ ها الريد نيوكليس. لما الريد نيوكليس دي تضطرب يحصل حاجه اسمها كونترا لاترال هيمي اتاكسيا. ممكن ناخد الحته دي بشويه من التفصيل شويه. انا عايز افهمك، بص يا دكتور. شايف هنا دي اسمها ريد نيوكليس قشطه؟
جنب البونز هنا في الحته دي كده في السيربيلم، تسمعوا عنه ده؟ السيربيلم ده الاورجان المسؤول عن ايه؟ المسؤول عن الكوردينيشن. طيب وازاي بيعمل كوردينيشن؟ في نيوكليس هنا كده في اسمها دنتيت نيوكليس. اسمها ايه؟ دنتيت. نفض لي في الاسماء. اسمها دنتيت نيوكليس. هذه الدنتيت نيوكليس متصله بالريد نيوكليس بتاعت الناحيه الثانيه. قشطه؟ متصله بالريد نيوكليس اللي في الناحيه الثانيه. ها والريد نيوكليس دي متصله هنا بحاجه اسمها ثالامس. والثالامس دي متصله بالكورتكس فوق. الاتصال ده بتكتبه ايه وبتنيله ايه؟ افهمه. مش مهم تكتبه اصلا. مش مهم ده كلام حرام. بص يا دكتور اسمه ايه التراكت ده؟ اسمه دنتيتو روبرو سلامو كورتيكال تراكت. معلقه بودي روش. اسمه ايه؟ دنتيتو روبرو روبرو عملت نيوكليس سلامو كورتيكال. مش فاهمين اي حاجه. انا دلوقتي ماشي كده. انا ماشي يا ساره. انا ماشي. وانا ماشي كده ساره حتى الشنطه في الطريق هنا. فانا شفت الشنطه. فالسيربيلم قال لي ايه؟ خد بالك انت هتخبط في الشنطه. عشان ما اخبطش في الشنطه فانا عايز اتحرك. حلو كده؟ فانا هخبط في الشنطه وهبدا اتحرك. عشان اتحرك ايه اللي حصل؟ انا شفتها. فوصلت للدنتيت نيوكليس بتاعت الايه؟ بتاعت السيربيلم. فراحت السيربيلم ده راح مدي اشاره للريد نيوكليس اللي في الناحيه الثانيه. راحت طالعه للثالموس ومن الثالموس راحت للكورتكس. راح الكورتكس اليمين اللي هو بيتحكم في نص جسم الشمال قال لي لف كده بعد عن الشنطه. فهمت حاجه؟ شفت الحركه اللي انت بتعملها؟ انت اصلا هي نعمه. فاحنا ايه؟ مش حاسين بيها؟ لا شفت كل ده حصل عشان انا ابعد بعيد عن الشنطه. وقيس على كده وانت سايق العربيه او انت ماشي في الشارع وانت بتعمل اي حاجه عشان تخبط. مش انت تمشي يعني ماشي مظبوط ولو في حاجه بتفاديها بسهوله. مين اللي بيخليك تفادي بسهوله؟ هو هذا السيستم. اسمه ايه السيستم ده؟ سهل على فكره. دنتيتو روبرو سلامو. طيب فهمت حاجه؟ الريد نيوكليس اليمين متصله بالسيربيلم الشمال واكيد يعني اكيد بديهيه. ها ما شاء الله عليكم. ها الريد نيوكليس الشمال متصله بالسيربيلم. حلو قوي. اذا دلوقتي لما انا اخبط معايا الريد نيوكليس الشمالي هيحصل هيميا اتاكسيا في الناحيه اليمين. يبقى اسمها كونترا لاترال هيميا اتاكسيا. ما ترسموا لي بندكت. ضربنا هنا. ها حصل له هيميبليجيا هنا وديب سنسيشن هنا وسوبرفيشال هنا وهيميا اتاكسيا هنا واوبيو الموتور هنا. نفس الوقت بس معاه كونترا لاترال هيميا اتاكسيا. انا ضربت الريد نيوكليس الشمال هيحصل لي اتاكسيا فين؟ اليمين. اليمين اصل السيربيلم الشمال بتاع الشمال والسيربيلم بتاع اليمين. انا كنت خلاص انا ضربت الريد نيوكليس اليمين كله كونترا. ها هو الريد نيوكليس اليمين يقدر السيربيلم ليه؟ ها يبقى انا عندي كونترا لاترال. الا ان الاوكيولو موتور بيكون ايه؟ طب اقول لك طريقه ثانيه. اقول لك بندكت يساوي اوكيولو موتور ها يساوي ويبر بندكت يساوي ويبر بلس كونترا لاترال هيميا اتاكسيا. خلاص. ها خلصت؟ يبقى خلصني من اول اثنين. اول اثنين بيكونوا على مستوى مين؟ على مستوى الهيبرين. اول واحد اسمه ويبر، ثاني واحد اسمه بندكت. ويبر قال ايه؟ قال معانا مين؟ قال معانا اوكيو موتور. ها طبعا كده بندكت زود علينا الريد نيوكليس الايفكت بتاعها كونترا لاترال هيميا اتاكسيا. خلاص خلصت كده. مالهاش دعوه بالاسماء والعفاريت والكلام ده. خلاص؟ نيجي على مستوى البونز. على مستوى البونز في واحد ميلارد وجوبلر. بص مش هتنساها ابدا. ميلارد سبع حروف وجوبلر ست حروف. يبقى ميلارد وجوبلر سته وسبعه. ايه اللي حصل؟ حصل عندي ليجن هنا في هذا المكان الحته دي كده. ممكن حد يرسم لي العين ده؟ طب ايه ده؟ لا انا عملت ليجن في الحته دي كلها. كل حاجه هيبريجيا وهيبريزيا وهيبريزيشن كونترا ويبس لاترال سنتر خلاص اسمه ميلارد وجوبلر. في حاجه؟ في اي مشكله؟ مش في مشكله خالص. سهل جدا. ها اسمه ايه؟ ها ميلارد جوبلر. هنحفظه ازاي؟ ميلارد جوبلر سته وسبعه. سته حروف وسبعه حروف يبقى سته وسبعه. اسمه ميلارد جوبلر. ميلارد جوبلر سته وسبعه. ماشي؟ طلع واحد بقى غريب اسمه فوفيلي. قال لك سندروم لوحده. ها فوفيلي. هي فوبيا دي موجوده فين؟ فوبيا في العين. في العين؟ دوت قال لك ان انا بيتضرب معايا ما بيتضربش حاجه من كلية النيرفس. بنضرب حاجه اسمها ميديا لونجيوتنال بام. لسه واخدينها امبارح. انت بتعمل ايه؟ مسؤول عن بيتحركوا مع بعض. فالعيان بيحصل له فيلير اوف كونجنت اي موفمنت. يعني يبقى عنده ايه؟ عنده هيبريج وهيبقى لذيذ وديب سنسيشن وفي نفس الوقت عنده مشكله مش عارف يوصل للناحيه المعصبه. فهمنا حاجه؟ يبقى اسمه ايه؟ فوفيلي. مش هننساه. مين اللي اتضربت فيه؟ ميديا لونجيوتنال بامبل. فوفيلي اتضربت معاه ميديا لونجيوتنال بامبل. يبقى ويبر اتضربت مين؟ ثلاثه بندكس فيردو معاه ريتني ثلاثة ومعاه ريتني وجلس ميلارد وجوبلر ستة وسبعة. ستة وسبعة هما اتنين يبقوا اتنين. ها بعد كده فوفيلي يعني ميديا لونجيوتنال بامبل. فاضل لي اتنين على مستوى المظلة الرومية.
في اثنين عنصار مظله ومنجات، واحد اسمه افيلس واحد اسمه جاكسون. جاكسون ده غريب الموضوع ده، عارفينه صح؟ افيلس ده قال لك ايه؟ قال لك الضرب 9 و10، وجاكسون ده قال لك 11 و12 صلحوها في الكتب. ها 11 و12، ها 11 و12، هو عندكم 10 و12، هي 11 و12 اوكي. طب بس تعال كلهم يلا معلش، يلا حد يقول لي افيلس. ها افيلس فين؟ هيبقى لو حصل كده يبقى عندي كونترا الفا كل حاجه وعندي ايبس الاسود. حلو قوي. طيب ها لما اجي اضرب هنا ده اسمه جاكسس. ها جاكسس يبقى كل حاجه كونترا الفا لو معايا مين؟ 11 و12 اتحفظ ولا لسه؟ اه بس خلاص هو كلهم الفكره. ما احنا الفكره بتاعتنا ايه؟ ان انا عندي ابسيلاترال كرينيال نيرف وكونترالاترال وكلهم اسمهم ايه؟ ما جيت ما انا قلت ايه لو كانت كده وخلاص كانت تبقى سهله، بس هم قعدوا بقى قعدوا يفتوا يعني حاجه. ايه المشكله؟ لور نيوكليس. نقرا الميديا اللي موجوده البامبس هي كوردينيشن عموما ولا بس الكونجنتايمون؟ كونجنتايمون ماشي؟ ها خلصتم؟ يعني ويبر ضرب مين؟ على فكره ما فيش وقت في البيت انك على فكره الوقت ضيق فاحفظ معايا. ها ويبر ضرب مين؟ ثلاثه وبيندكس سته وسبعه. ها سته وسبعه لو والفوفيلي الميديا دي افيلس ضرب 10 وجاكسون ضرب 10 يعني افيلس ضرب كام؟ 9 و10 وفوفيلي 11 و12 ميديا لونجيتيود وجاكسون جاكسون ضرب ويبر ويبر 3 وبيندكس 3 وريد نيوكليس. اه بيندكس ده اللي بيحمر البور ريد نيوكليس خلاص 3 وريد نيوكليس مش كده؟ ها امال لو ضرب 6 و7 هسميها ايه؟ ميلر وميلر وكوبلر ميلر وكوبلر. ها امال لو ضربت الميديا لونجيتيود باندر اسمه كويلس، ولو ضرب 3 كوبلر، ولو ضرب 3 وريد نيوكليس 6 و7 ميلر وكوبلر. طيب 11 و12 11 و12 ده اخر جاكسون سهلين بقى ولا ايه؟ خالص بس الفكره مفهومه خلاص. طيب حد عايز حاجه؟ ملك طيب هنطلع لفوق شويه، هنطلع نضرب هنا على مستوى مين ده؟ السيربرا. والسيربرا ده يا اما كابسولر يا اما كورتيكال يا اما كورتيكال يا اما يكون كورتيكال. طب افرض بس قبل ما ندخل عليها الاول لو جالك سؤال في الامتحان جدا اكونت هوم كروز هيمفيجن كروز هيمفيجن تعمل ايه؟ دول التعريف الهيميبليجي. وبعدين هقول ايه اللي بيحصل؟ هقول السته سندروم دول اللي هم بيتفقوا في كذا وبيختلفوا في كذا. وبعدين هم ايه؟ دايما يحصل لهم هنا انفاركشن، يعني المرض بيجي فاسكولار، يعني السبب بتاعنا هو الفاسكولار، يعني لازم يدخل في شوك ستيج ثم الريكفري ومواصفات الهيميبليجي العاديه والتريتمنت اللي هنقوله كمان شويه. طيب بص بقى، لو عندي مشكله هنا في السريبرال ببدا بالانترنال كبسول. لو ضرب الانترنال كبسول ده ممكن تردوا عليا؟ هيحصل هيميبليجيا فين؟ كونترا. طب يفكروا فين؟ كونترا لترا. ودي سنسيشن كونترا لترا سوبرفيشال كونترا لترا. وات اباوت كرينيال نيرفس؟ مفيش. لا لا مفيش مفيش. دبل سبلاي دبل سبلاي اكسبت اللور فيشال وال الهبل اللي انتوا فيه ده. فول كرينيال نيرفس نيوكليار ار باي لاترال سبلاي فار اكسبت اثنين برامج اكسبت اكسبت اللور بارت فيشال و 12 بياخدوا من الاوفزا سايد. يبقى انا معايا كونترا لترال 7 و 12 و7 و12 دول ابر موتور ولا لور موتور؟ لا ابر موتور. يعني لو 7 يبقى ربع الوش بس، يبقى انا عندي ضربنا الانترنال كبسول الشمال عنده هيمبليجيا وهي اناسيزيا ودي سنسيشن و7 و12 مفهومه؟ يبقى دي اسمها كبسولا. طيب على فكره لو طلعت فوق سب كورتيكال هي هي، لو طلعت فوق كورتيكال هي هي بس الاكستنشن اكستنشن. يعني لو طلعنا سب كورتيكال هيمبليجيا لحته، لو طلعنا فوق في الكورتكس مونوبليجيا، مونوبليجيا اكتر من انها هيمبليجيا. الكلام ده اتقال واضح. اضف الى ذلك كورتيكال او سب كورتيكال يحصل معانا كوما كونفولجن كورتيكال سنسور لوس. كلام مفيش كتابه مفيش افيزيا وحاجات فيها اذا كنا في الدومينانت. الكلام ده واضح. طيب بص مش قلناها؟ طب لما اقول لحضراتكم ان الاوبتيك راديشن بتعدي هنا في البوستيريور لمب وفي انترنال كابسول اوبتيك راديشن ده ممكن يحصل له كونترا لاترال ومرمص سيميانوبيا وما يحبكوش انتوا كده. مش قلنا من بعد اللاترال جينيكيلات بودي لغايه الكورتكس اي ليجن يبقى ايه؟ اي حاجه في الاوبتيك تراس هيبقى كونترا لاترال ومرمص سيميانوبيا ماشي. ما حدش يقول لي ماشي لا بقى الكلام ده، انا بتكلم على مستوى راديشن فهتلاقي معاهم كلمه كونترا لاترال ومرمص سيميانوبيا. السؤال بيجي ازاي بقى؟ ممكن يجي لك سؤال جيف ان اكونت اون سباينال ميديشن واحده،
ممكن يجي لك سؤال كروز دي بيبليش لوحدها حلو. ممكن دي بقى سؤال في القصر العيني جه مئات المرات بجد لو بالغ يعني. قال لك given account of 10 درجات given account on leveling in hemiplegia. وصول ده سؤال فني ولا ايه رايكم؟ لا بيقول لك leveling in hemiplegia هتفهم هتعمله ازاي؟ هتعمله ازاي؟ اخذنا ليفل كل ليفل هنضربه بعد ما نعرفه السباينال ثم برين ستيم ثم سيريبرال. ولما اجي في السباينال هقولها اقول مواصفاتها مش كده؟ اقولها اول براون سيكور. ولما اجي على الكروز هقول مواصفاتها واقول بقى كل سندروم جنبه في كذا ده في كذا ده بس. بعد كده اجي الكابسول اقول مواصفاتها والسب كورتيكال والكورتيكال زيها اقول مساله اكستنشن ان هي بقى هيمبليجيا الا يعني يبقى في بارت نورمال وهنا يبقى مونوبليجيا خلاص تمام. يبقى انت تمشي في حته الليفل ده وده سؤال لذيذ جدا وفني. وعلى فكره نفس اللي احنا بنقوله ده هيتعمل في الكلينيكال مرتين ثلاثه يعني انت هتشوف الكلام ده يعني هو الفكره بس انت الوزن برشحه لك نظري فانت مش متخيل. طب لما تشوف الحاجات دي بقى كمان لا لما تشوف العيان كده قدامك اظن ما يتنسيش يعني فهي كمان في الكلينيكال جزئيه مهمه. انا كده خلصت ايه خلصت انا بقول دلوقتي نرجع تاني Is it a hemiplegia? هل المريض عنده hemiplegia? آه. عرفت زي انه عنده hemiplegia. لقيت يا دكتور مواصفات الهبر موتور نيرونين وخلاص. طيب الليفل بتاعنا يا سباينر يا برين ستيم يا سريبرال وكل واحدة فيها مواصفاتها. يبقى احنا كده طلعنا الليفل. طب نطلع الاتيولوجي. هو ايه اشهر حاجات تعمل hemiplegia على الاطلاق؟ فاسكولار. والفاسكولار ده كم نوع؟ يا امبولس يا هيموريج يا ثرومبس. عندك جدول بقى بيفرقوا من بعض امبولس من هيموريج من ثرومبس. انا مش عايزك توصف الجدول وعايزك تالف يلا خليك معايا. امبولس بيحصل في قد ايه؟ ثانيه. يعني هي الثانيه اللي اتفق فيها الارتري هي الثانيه اللي حصل فيها المرض. طب المريض ده عنده مشكله في القلب ممكن يكون عنده ايه؟ ممكن يكون ميورا ثرومبس يعني عنده ثرومبس. طب هل هذا المريض سنه ايه؟ اي سن على حسب ما يكون عنده ايه في امتى او في اي وقت يعني ممكن في اي لحظه. طيب نيجي للنوع الثاني. نيجي للنوع الثاني لو هو ثرومبس راجل ولا ست؟ راجل 40 سنه مدخن كتير كل ده معروف وحصلت في قد ايه؟ خدت ساعات ساعات على ما اتكونت هذه الثرومبس. والعيان ده كان عنده برودروما. كلمه برودروما بالعربي يعني بوادر. افكركم اقول لكم حاجه فاكرين الترم اللي فات لما كان في مايوكارديال انفاركشن الدكتور قال لكم يقعد يجيله انجينا 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 لغايه لما يحصل له. نفس القصه هنا بالظبط. ما حدش هيحصل له ستروك فجاه كده. لازم الاول يجي له ايه يا جماعه؟ تي اي اي. هناخدها تفصيله. تي اي اي يعني يجي له في جدول كده في الكلام ده يجي له برودروما اسمها ترانزيانت اسكيميك اتاك هنشرحها دلوقتي. يعني يجي له ايه؟ يجي له ميني ستروك. ميني ستروك يعني ستروك صغيره وتفك. ستروك صغيره وتفك. ستروك صغيره وتفك. وبعدين كده هو يعني المفروض دلوقتي لما حد يجي له مره يعني ترانزيانت اسكيميك اتاك يعمل ايه؟ يبطل سجاير ويظبط الضغط بتاعه ويظبط السكر ويظبط الدهون اللي عنده هو ما يتعصبش وما يتنفسش واخد بالك ويشوف بقى الحاجات اللي عامله مشاكل يبدا يصلحها. طب هو ما يصلحهاش ربنا يعمل له ايه بقى؟ خلاص ما انت مش عارف ما انت الحرام ما يتمسكش من مره واحده ربنا بيديله فرصه فهو ما هو بياخدش هذه الفرصه. دي نفس الفكره بالظبط هنا يا جماعه. طيب لو قلنا هيموريج ده الاخطر. الهيموريج بيحصل حد دايما هايبر تنسف ودايما ياخد دقايق واسمها اوبليكت كونست يعني ودايما بقى يبقى فيه اريتيشن للكورتكس يحصل معاه كونفلجن يحصل معاه كوما واخد بالك دايما البروجنوزس بتاعه بيبقى وحش فدايما الهيموريج ده لاقي معاه السيمتومز اوف انكريزنج انتراكرينيال تنشن حيث الهيديك والبليرنج اوف فيجن وعنده بابليديما وعنده بروجكتايل فوميتنج يعني دايما الوجه الاسوأ هو مين يا جماعه؟ هو الهيموريج. طيب الكتاب او الكتب اللي معانا مش كاتبه انفستيجيشنز كان مكتوبه سطر كده في اخر الجدول اهم انفستيجيشنز بنعملها هي كلمه اسمها سي تي برين. سي تي برين سي تي برين ممكن تبين الهيموريج وممكن تبين الانفاركشن. والهيموريج شايف انت كلمه هايبر دنس اكتب جنبها اكتب جنبها وايت باتشز. وايت باتشز كلمه هايبر دنس يعني لونها ابيض. هايبر دنس يعني لون ايه؟ تيجي تعمل له اشعه كده الدم في السي تي بيبان لونه ابيض نقط بيضه كده. لما تلاقي نقط بيضه يبقى السبب بتاعنا ايه؟ هيموريج. اما الانفاركشن اللي هو سببه امبولس او ثرومبس فبيبقى بصوره ايه؟ هايبودنس. هايبودنس هتبقى نقط سودا سودا هتبقى سودا يبقى هايبودنس هنا اسود وهايبردنس ابيض. حد فاهم حاجه؟ طيب افهموا اللي انا هقوله كويس قوي ركز معايا. دلوقتي انا قاعد انا دكتور وعايز في الاستقبال وجالي عيان عنده هيموبليجيا في الناحيه اليمين
انا اول حاجه عملتها ايه؟ قمت فحصته لقيت ان هو عنده هيبليجيا وفي الشوك ستيج كمان. هزيت هيبليجيا هيبليجيا خلاص انا عرفت ان هيبليجيا عنده هيبليجيا. حلو كده؟ بقول له طب حصلت جت في وقت قد ايه؟ ده هو كان نايم وحصل له كده. لا ده هو اسمه جت حصلت له كده. انا دلوقتي انا خلاص عرفت ان هو عنده هيبليجيا بس انا شك هيموتني. يا ترى هي امبولس ولا ثرومبس ولا هيموريد؟ هي فرقه معايا ان انا اعرف هو امبولس ولا ثرومبس ولا هيموريد؟ يا جماعه ده عشان تاني الفرق الامبولس والثرومبس في اتجاه والهيموريد في اتجاه. ده حماده ولا حماده تاني خالص ولا ايه؟ ده حاجه انت عارف يا دكتور المصيبه ايه؟ ان هو يبقى عنده هيموريد وانت تفتكره ثرومبس. تديله السيربتوكاينيز يموت او يبقى هو ثرومبس وانت تفتكره هيموريد. فاهم حاجه؟ الاثنين عكس بعض تماما. يعني عشان كده الجايد لاين ما سالناش بقى. قال لك سي تي برين از مانداتوري. سي تي برين از مانداتوري تو ديفرنشيت بتوين لا تو دايجنوز هيموريدج. اصل اقول لكم حاجه، عشان الانفاركشن يبان في السي تي لازم يعدي عليه 48 ساعه. يعني لازم اعمل سب سيكونت كده، اعمل ايه سيكونت سي تي بعديها بشويه. الشاهد دلوقتي جالي واحد في الصوره دي وانت انا عملت له سي تي برين لقيت فيه هيموريدج احجزه في الرعايه، وده حاله ايه يا جماعه؟ سيريبرال هيموريدج، حاله ستروك وسببها ايه؟ هيموريدج. طب جالي واحد في الاستقبال وانا شخصت ان فيه هيمبليجيا وعملت سي تي طلع انه هيموريدج، يبقى ده ايه؟ احجزه وعاقبه على ان هو امبولس او ثرومبس. فهمتوني ولا لا؟ يعني كان السي تي مش هتشخص الانفاركشن في ساعتها، لكن هتنفي ان هو هيموريدج. يعني الهدف ان انا انفي ان هو ايه؟ طب يا دكتور ما ينفعش نعالج بالحب كده؟ دي فيتال ميستيك وجريمه المفروض يحاسب عليها القانون. مع كل الاسف والقلق، مع كل الاسف والقلق في الاماكن النائيه مفيش اشعه مقطعيه. على فكره في العالم كله، يعني الدول النايمه كلها هتلاقي ايه؟ هتلاقي مفيش الاشعه المقطعيه الا في المراكز الكبيره بس. فايه اللي بيحصل؟ واحد يجي له غلطه فالدكتور بيعالج بالحب كده باحساسه، يعني هيقول لك غالبا غالبا دي غلطه. لا غالبا غالبا ده هيموريدج، مش حاجه اسمها كده. يا جماعه اللي عنده هيموريدج هديله فيتامين كي وحاجات توقف النزيف، واللي عنده ثرومبس عايز اديله ثرومبوليتك وانتي كوابلان هتعمل هيموريدج اصلا. فاهمني ولا لا؟ ما ينفعش. لكن الجايد لاين ما سابكش. عشان كده وانت بتشتغل في مصر بتشتغل بره مصر القاعده بتقول كده، جالك واحد وشخص ان هو عنده سريبرو فاسكولار ستروك، لابد ان انا اعمل ايه؟ لابد ان اعمله سي تي برين از امانداتوري. واضحه؟ طب لو حبينا نزود ال يعني هتزود الديتكشن ممكن اعمل ام ار اي، والام ار اي برده حلو طلع فايندنج. ممكن اعمل له سي بي سي، موافقين؟ عشان يكون دمه تقيل عنده بوليزايسيميا. ايه رايكم هعمل له سكر وسمنه بلاس جلوكوز وليبيد بروفايل؟ ليه؟ عشان الاثروسكلوز. طيب ما تيجي نكتب الحته دي عشان مش مكتوبه. هنقول بقى انفستيجيشن، عايز حته فاضيه كده كام سطر كده في اي حته فاضيه، ممكن هنا مثلا هنكتب انفستيجيشنز فور هيمبليجيا از جنرال. يعني انفستيجيشنز فور هيمبليجيا، واحد سي تي برين، واحد سي تي برين، موافقين؟ اوكي. اثنين ام ار اي، ماشي. ثلاثة سي بي سي بلاد جلوكوز سكر وسمنة بلاد جلوكوز وليبيد بروفايل. طبعا هي سكر وسمنة خلاص انت فاهم بقى، يعني ماشي. ايوه بلاد جلوكوز وليبيد بروفايل يعني بطل سي دي والمراكب صح؟ لا يعني لو انت مثلا شكيت في حاجه والسي تي مش باينها لك او غالبا بيبينها يعني فتعمل ايه؟ ام ار اي. هو ايه اللي يبين ام ار اي؟ مش ليه عشان لو في بوليسايسيميا. بص مش هدخل معاك في تفاصيل بس اوكي، يعني غالبا انت عايز تتعلم ده للعلم مش الامتحان. لو ده للعلم مش الامتحان. السي تي ما حدش يكتب اي حاجه. سي تي سنسيتيف جدا لحالات الهيموريدج، سنسيتيف قوي يعني تطلع النزيف بص ان شاء الله يبقى ايه حاجه بسيطه. الام ار اي ضعيف جدا من ناحيه الهيموريدج، اصل الام ار اي بيحب الحاجات الثابته ما بيحبش الحاجات اللي بتمشي. في حالات الانفاركشن الام ار اي بيبقى ادق شويه، يعني حتى لو في انفاركشن صغير قوي الام ار اي بيبقى سوبيريور عن الايه؟ عن السي تي. يعني انا دلوقتي انت كدكتور بعمل سي تي وخلاص وكفايه. لو انا بقى عندي امكانيات وده واحد من عيله القوم يعني عايزين نعمل له بقى نزود التعب، شغل المستشفيات برضه في شغل نصب شويه، اقول له لا اصل السي تي ما بينتش حاجه، انا اعمل لك ام ار اي والام ار اي تبين الانفكشن حتى لو كان صغير قوي. فاهم؟ اعمل امتى سي تي وام ار اي للعيان في نفس اللحظه؟ اذا كانت الكلينيكال بيكشر مش مريحاني، العيان شكله مش مريحني، العيان في حاجه من هنا وحاجه من هنا. والنقطه الثانيه الام ار اي في السباينال كورد اقوى من السي تي،
وانت تهت طبعا. الهيموريج الهيموريج سي تي الانفاركشن ام ار اي البرين سي تي السباينال كور ام ار اي. لو انت عندك ملخبطه اعمل الاثنين. لو انت الكلينيكال بيشر مش مريحك هو عنده ايه ترى طب ايه ده ايه اللي جاب الحاجه دي مع الحاجه دي اعمل الاثنين عشان ما انت غطيت كل حاجه كل الجوانب يعني. طبعا في فرق في الاسعار السي تي 150 جنيه الام ار اي 800 جنيه 350 جنيه 850 جنيه سي تي الام ار اي لا الام ار اي لا ام ار اي مش عالي من 800 لا من ناحيه جايز حاجه خدمه بقى او بتاع او كده ولا ايه في الجامعه يعني لا لا مش سمايل اللي هي النور سمايل لا 450 مستحيل دكتور يعني هل السي تي ده حاضر ممكن يبقى فيه ممكن نعمل ايه كونتراست ممكن الاثنين ممكن لا 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 خلاص دي حاجه يا جماعه خلص كده الحته دي فيها مشكله يبقى دلوقتي ايه زيت هيميبليجيا طب الليفل بتاعها هنطلع الليفل طب ايه السبب بتاعها هنطلع السبب بتاعها اتفهمت الجزئيه دي فيها اي مشاكل سهله كده خلاص طيب احنا كده خلاص شخصنا وعملنا حتى فحوصات واكدنا كلامنا يلا بقى نعالج هنعالج ازاي حاله سيريبرو فاسكولار ستروك على فكره انتوا عندكم دايما لخبطه في الكلمه اللي انا هقولها دي عندكم دايما لخبطه ما بين كلمه ايه هيميبليجيا والسيريبرو فاسكولار ستروك بصوا يا جماعه اذا كان سبب الهيميبليجيا فاسكولار وهو كده دي اسمها سيريبرو فاسكولار ستروك يعني لو جالك سؤال في الامتحان النظري قال لك مانجمنت اوف سيريبرو فاسكولار ستروك تقول هو مش موجوده في الكتاب يا دكتور لا هو المانجمنت اوف هيميبليجيا الفاسكولار كوز اوف هيميبليجيا هو المانجمنت اوف ايه اوف سيريبرو في كلمه ثانيه اسمها سيمتوماتيك تريتمنت وكلمة ثالثة اسمها فيزيوثيرابي وفي كلمة اسمها سبيسيفيك تريتمنت. بصوا يا ولاد جنرال تريتمنت يعني ايه؟ الكلام اللي هقوله ده هيمشي معانا في ثلاث مواضيع في المنهج هنا في النيورولوجي كلهم العيان بينام في السرير لفترة طويلة. احنا قلنا يا جماعة اللي عنده هيميبليجيا وجاي في الشوك ستيج مش ده حد ممكن ينام في السرير؟ وطالما هو حد بينام في السرير النومه في السرير دي تعمل بلاوي صح ولا لا؟ عشان امنع البلاوي دي لازم انا اعمل كير اوف ذا بيشنتس والكير دوت في كير اوف بيت وفي كير اوف بريثنج وكير اوف سكن وكير اوف فلادر وكير اوف باول. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه السرير نعمل ايه في السرير؟ نعمل ايه؟ ننظف السرير كل يوم كل يوم عشان ما يبقاش فيه انفكشن. وايه كمان؟ لو العيان ده هينام فتره طويله عشان ما يحصلوش بيت سورس نجيب له حاجه اسمها مرتبه هوائيه اسمعنا مرتبه طبيه بحيث انها ما تعملش كومبريشن على اسواء ازاي بيحصل بيت فورس يعني يبقى نعمل على حاجه كده ناشفه ولا حاجه الناشفه دي بتعمل ايه بتضغط تقفل البلاط فيزل بيغذي السكن فيبدا يحصل نيكروزس واثر وانفكشن ويموت. تاني حاجه اعمل كير اوف بريثنج العيان ده ممكن يكون عنده اسبيريشن دي ممكن تعمل نمونيا ركب له رايل واكله عن طريق الرايل برضه اكله زي عن طريق الرايل نجيب مثلا الاكل بتاعه يضرب في الخلاط ويتحط في الرايل دي شفتوه قبل كده الرايل ده لو عنده مشكله في البلع مثلا. بعد كده يا دكتور كير اوف بلادر اللي عنده مش قادر يدخل الحمام كل شويه ركب له قسطره اللي عنده نايم في السرير مش قادر يدخل الحمام اعمل له انما كل شويه حقنه شرجيه عشان ما يحصلش عنده لا انفكشن لا يو تي اي ولا يحصل عنده بكتيريال انفكشن من كتر الكونستيبيشن ماشي. الكير اوف ذا سكين قعد اللي عنده كل شويه يعني كل يوم لازم ظهره يتغسل ويتحط عليه الكحول ودلوقتي بيرشوا كده حاجه اسمها بيفاسين انتي بايوتيك او يقعد ينضفه وبعدين كل شويه اللي قاعد معاه ده بص يا دكتور حاجه من الاثنين اهل المريض وانت في مستشفى عامه يعني كنا نواب جامعه فالحالات دي كانت بتقابلنا كتير كانوا بييجوا دايما اهل المريض دول يقرفوك عشان ما يقرفوكش يقرفهم انت اقرفهم ولما انا عايز حد يقعد معاه ولا يقعد معاه ده كل ساعتين يقعد يخبط على ظهره عشان لو في سكريشن يطلع ويقعد يقلبه في السرير لو سبته نايم على جنب اكتر من ساعتين هيحصل له بيت سورس. عارفين يعني ايه بيت سورس؟ يعني يحصل عنده قرح فراش ودي بتموت الهيميبليجيا مش بتموت. تقول لهم كده تقعد تشغل الناس اللي حواليه يبقى كل دوت كده. هل الحاجات دي مهمه؟ اسمع يا دكتور جود نيرسينج يؤدي الى شورتنينج اوف شوك ستيج فاهم حاجه؟ عشان كده واحد يجي له هيميبليجيا يدخل في دار الفؤاد يخرج بيمشي بعد اسبوعين يدخل قصر العيني يقعد 3 سنين مش عارف يخرج تاني واخد بالك؟ هي الفكره كلها في ايه؟ في النيرس النيرسنج عارفه هي بتعمل ايه واخد بالك؟ دي حاجه. وعلى فكره وكله تحت اشراف مين؟ تحت اشراف حضرتك يعني انت اللي بتقول لها اعملي كذا ما تعمليش كذا
طبعا في فرق غير طوال الفلبين انت عارف الضربات دي كلها فلبينز يعني. بعد كده سيمتوماتيك تريتمنت. سيمتوماتيك يعني ايه يا دكتور سيمتوماتيك؟ العيان ده جايري وعنده زياده عنده هيمرج مثلا ومزود الانتراكرينال تنشن وعنده فوميتنج اعمل له ايه؟ اديله انتي ايميتيك. العيان ده حصل له نزيف والانتراكرينال بريشر زياده اديله حاجات دي هايدريتنج ميجرز كده. اديله حاجه اسمها مانيتول اديله ديكساميثازون. العيان ده يا دكتور جاي لك هو جالك بقى دلوقتي ودخل في الهايبرتونيا وعضلاته مخشبه اديله مصر ريلاكسنت. هل انت بتعالج ولا بتعالج السيمتوم؟ يبقى دي اسمها سيمتوماتيك تريتمنت. تاني لاين ثالث لاين اللي هو كلمه اسمها ايه؟ فيزيوثيرابي. ايه فيزيوثيرابي؟ علاج طبيعي. يعني ايه؟ احطه على مكان او اجهزه؟ على فكره لا خالص يعني. طب يا دكتور ابدا له علاج طبيعي من امتى؟ من اول يوم. هي المصيبه ايه يا جماعه؟ مش العين ده دخل في الشوك ستيج مش عارف يحرك الناحيه اليمين فهو دراعه اترمى رميه غلط اتحط حط او رجله اتحط حط غلط. لو اتساب في هذا الوضع ممكن يحصل فايبروزس ويحصل كونتراكشر ديفورميتي ويحصل كده. عشان كده انت تمسك العيان ده انت كدكتور تجيب اهله اللي هيقعد معايا يا جماعه يقوم ماسك ايده يعمل كده كده كل ساعتين وبعدين يعمل كده وبعدين كده فاهم حاجه؟ وبعدين امسك رجليه اقعد احركها نفس الحاجه وادي ركبته وافردها ورجله ليه يا جماعه ليه؟ مش هو دلوقتي لما يفضل نايم في الوضع ده وهو عنده هايبوتونيا بيحصل كينكرنج على البلاد فيزلز وده يعمل ويستنج وفي نفس الوقت ممكن ياخد وضع مش مظبوط. يبقى ايه فايده الفيزيوثيرابي؟ تو افويد كونتراكشر ديفورميتي اند تو بريفنت مصل ويستنج. محدش طبعا يفتكر ان العلاج الطبيعي انتوا فاكرين انتوا فاهمين غلط انتوا كنتوا فاكرين العلاج الطبيعي ده سحر يعني هيخليه يقوم يجري ابدا يا جماعه مش هيخليه يعمل حاجه انا بس بحافظ انا كل دول ان انا بمنع ليه الكومبليكيشنز. يبقى انا عندي كلمه اسمها جنرال وكلمه اسمها سيمتوماتيك وكلمه اسمها فيزيوثيرابي. بالله عليكم هل الكلام ده بجد انا دخلت في المرض ولا لسه؟ ما دخلتش كل ده بس ده لازم يتعمل. يبقى الجنرال ده مهم والسيمتوماتيك مهم والفيزيوثيرابي مهم لكن الاهم ان انا ادخل اشوف السبب ايه؟ ايه المصيبه اللي حصلت؟ ايه السبب اللي حصل؟ طيب وعشان تو عشان بلاد سبلاي افويد الويستنج يعني. طب كلمه سبيسيفيك بقى على حسب مين؟ على حسب الاتيولوجي عشان احنا دايما مين السبب بتاعنا فاسكولار وفي اشياء اخرى. ولو كان فاسكولار احتمال يبقى ايه؟ احتمال يبقى ثرومبوزس واحتمال يبقى امبوليزم امبولس واحتمال يبقى تمر. الثرومبس دي في الاول ثرومبس اول حاجه تعمل كنترول البلاد بريشر. مش وارد ان الشخص ده يبقى عنده هايبرتنشن اديله حاجه تنزل الضغط زي الكابتوبريد مثلا يعني اس ان معروف. طب جالك واحد وضغطه واطي اديله بازو بريستور حاجه ترفع له الضغط شويه يعني ظبط له الضغط لو عالي نزله له ولو واطي عله له. بس عايز اقول لكم حاجه افويد رابيد ديكريزنج ان بلاد بريشر. لو جالك واحد النهارده في الاستقبال وضغطه 200 على 120 ما تجيش تنزله مره واحده لان هو دلوقتي هو متعود ان الضغط ايه يعني التشو بيرفيوجن البرين بيرفيوجن متعود على الضغط العالي. لو انت جيت نزلته مره واحده ما تقولش ده دواء سحر ده مش دلوقتي يوم ما بطلوا كان في حاجه اسمها ابيلات. ابيلات ده كالسيوم شانل بلوكر كانت كبسوله كده بيفرعوها تحت اللسان والضغط نزل بسرعه. دلوقتي منعوها ليه؟ لانه هو كان عنده هايبرفيوجن انت نزلت الضغط مره واحده ايه اللي بيحصل؟ دخلوا في هايبرفيوجن وتعملوا اسكيميا. علشان كده يا اولاد ننزله بالكابتوبريل. الكابتوبريل دواء سيف يعني مش منه مشاكل وفي نفس الوقت ما بيعملش رابيد ريدكشن اوف بلاد بريشر. لو ضغطه واطي ممكن نعالجه عن طريق حاجه اسمها فازو بريستور. ده الفيرست لاين. تاني لاين للاسف مش مكتوب هنا. هو داخل على طول انتي بليتلتس اجريجيشن ثم انتي كواجلان. في لاين حديث بيستخدم بقاله سنتين واصبح دلوقتي هو في الشويس في الجايد لاين الجديده. انا همليه هياخد سطرين. تاني لاين في العلاج يعني تحت الكنترول اوف بلاد بريشر على طول هزود لاين اوف ويتكتب يا جماعه مش هيتزود وخلاص يتكتب. هقول ايه بقى؟ قبل الانتي بليتلتس يا دكتور ثرومبوليتك ثيرابي. والله شاطر فهمني ولا انتوا فاهمين اي حاجه في اي حاجه. ثرومبوليتك ثيرابي ستريبتوكاينيز كونترا انديكيتد ثرومبو بالظبط مش ها ثرومبوليتك ثيرابي ان ذا فيرست 90 minutes. ان ذا فيرست 90 minutes يعني في اول 90 دقيقه اول ساعه ونص كان في الام اي في اول 6 ساعات لكن هنا ايه؟ في اول ساعه ونص لو عدى ساعه ونص ما استخدموش. بدي مين؟ تي بي اي تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور
تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور الجرعه بتاعته 9/10 ملي جرام بير كي جي. تاني من اول ثرومبوليتك سيرابي؟ لا بس عايز اقول لك حاجه بقول لكم كلكم انا عايزكم تتعودوا على السرعه شويه. الامتحان انا بقولها اهو هيبقى امتحان سرعه. عارفين يعني ايه؟ امتحان الفاينل بيبقى امتحان سرعه. اللي يعرف يخلي فصه وخلي حركتكم سريعه في كل حاجه. تفهم بسرعه، تعرف تكتب بسرعه، لا خلي ايدك سريعه، خلي حركتك سريعه، والله بجد ما عارفين الاجابه ما تلحقش تكتبها. وده في كل امتحانات البطنه، عشان كده خلي تسرع رتم حياتك شويه. ماشي ترومبوليتك ثيرابي. هنقول ان ذا فيرست 90 مينتس في اول ساعه ونص، اوكي؟ هنستخدم مين بقى؟ تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. ماشي موجود. اقول لك اسمه العلمي هو اسمه اتبليز. ها موجود طب موجود بصدر في المركز الطبي العالمي فقط خلاص. ده بس في العالم كله الامريكان على طول اللي عنده ستروك بيدوا له بيتاخد في عربيه مساعده. ها كتبت لغايه فين؟ 9/10 ملي جرام بير كي جي. اوكي خلاص ماشي. ها بس دوت ايه بقى؟ ها دوت ايه؟ هنستخدمه في اول ساعه ونص. يعني لو جالك عيان خلاص عنده ستروك بقى وبتاعه بقى ساعتين ثلاثه اسبوع اثنين خلاص ما تقولوش بقى ما تقولش عليه ما تجيبوش خالص يعني ماشي. طب يا دكتور هل بيجيب نتائج؟ والله النتائج بتاعته مش زي الام اي لكنه بيستخدم. ودايما لما يجوا يستخدموا الدواء ده لازم بقى يوقف ما يديش الانتي كوجولانت معاه ما يديش معاه الاسبرين والحاجات الثانيه. ده دواء قوي جدا. انتوا عارفين القصه بتمشي ازاي؟ بصوا معايا افهم بس عشان تبقى حد شاطر. يعني انا دلوقتي لو انا حصل لي انجري في اي ارتري عندي ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيعمل لي اربع حاجات. الحاجه الاولى فازو كونستريكشن عشان الدم اللي معايا دي ايه اللي مفيش دم ينزف يعني. في نفس الوقت تيجي البليتلتس تعمل ايه؟ تسد. تعمل بليتلتس اجريجيشن. عملت اجريجيشن جت قفلت. بس هل قفلت تماما؟ لا هو زي ما يكون طوب كده من غير اسمنت فعمال يهوز برضه. فيجي الفايبرين كلوت تيجي الكلوت ومسد المكان ده. خلاص انا دلوقتي النزيف بتاعي وقف بس بقى فيه هنا بلاد كلوت. طب البلاد كلوت دي في البلاد فيزل جوه هيجي يتجمع عليها بليتلتس ثانيه ومشاكل ثانيه وتقفل الارتري. اول ما خلاص اتكونت البلاد كلوت يبدا يحصل الحاجه الرابعه فايبرينوليتك سيستم. ايه الفايبرينوليتك سيستم؟ يبدا يحصل اكتيفيشن لحاجه اسمها بلازمينوجين يتحول الى بلازمين. البلازمينوجين يتحول الى ايه؟ الى بلازمين. هذا البلازمين بقى بيروح يفك في الفايبروزس اللي حصل هنا عشان يحافظ على الانتجريتي اوف بلاد فيزلز. يخلي البلاد فيزل يبقى بيتنت ومفتوح والدنيا زي الفل. يعني احنا اصلا في جسمنا في حاجه في جسمنا اسمها بلازمينوجين اكتيفيتور. ده هو بيعمل اكتيفيشن للبلازمينوجين يحوله الى بلازمين. وهم صنعوا من بره حاجه اسمها تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور عشان ياكتيفيت البلازمينوجين يحوله الى بلازمين. هذا البلازمين هيعمل ايه؟ هيفك الجلطه. هيفك الجلطه. لو اتاخد في اول ساعه ونص انا بقول لك اهو يعني انا شفت حالات كده في اول ساعه ونص كانه ما حصلوش جلطه. الدكتور في الكارديولوجي قال لكم ايه؟ لما يجي تقفل الكورونري ارتري ونلحقه في اول اربع ساعات بالذات او في اول ست ساعات ونديله الستريبتوكاينيز او اليوروكاينيز او التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور هذا المريض بص يا دكتور كان ما حصلوش جلطه كانه ما حصلوش اي حاجه. نفس القصه هنا لو اتاخد كانه ما حصلوش اي حاجه. بس طبعا مش كل الناس ينفع معاها كده. يعني ما ينفعش مثلا يعني شوف بقى شوف الكوارث. الواحد عنده هيموراجيك ستروك ونديله ده ينفع؟ يبقى واحد الضغط بتاعه عالي جدا ونديله ده. يعني لازم يتاخد ببريكوشنز معينه وده اللي هيتقال تاني حاجه بعد الكنترول اوف بلاد بريشر. تالت حاجه انتي بليتلتس. موافقين؟ ليه؟ ليه ما ينفعش الستريبتوكاينيز؟ اصلا الستريبتوكاينيز ده مع كل الاسف والالم لا يستخدم الا في مصر ومطلق لانه بيعمل سيفير الرجين اكشن وليه انت جينيستي حتى عالمي. ان انا لو اديت لواحد الستريبتوكاينيز النهارده ما ينفعش استخدمه غير بعد ست شهور لانه لو اديته له جسمه اصلا مكون انتي بودز ده ميكروب هو اسمه ستريبتوكاينيز. ليه جاي من ايه؟ من البيتا هيملوتيك ستريبتوكوكاين. لا يستخدم الامريكان جايد لاين كاتبه ان هو بيستخدم ان ديفلوبنج كانتريز يعني بين قوسين ايجيبت يعني واخد بالك؟ مصيبه يعني مفيش حاجه اسمها ستريبتوكاينيز دلوقتي خلاص راحت عليه تماما يعني. وبعدين جربوه في الاستروك ما بيعملش حاجه هو اللي بيستخدم بس تيجي بلادونج بكتيريا واسمه التبليز وكفايه عليكم كده هو السطرين دول وخلاص ماشي مالكوش دعوه بيها يا دكتور. التبليز اكتبه ده غالي؟ غالي؟ ده الأمور ب 3000 جنيه ولا حاجة.
غير. هو كده فور مش غير. هو غير لو انت بتتكلم في مستشفى اللي هي الحكومه وحد غلبان اه، لكن عادي يعني كل واحد يعمل واحد ده سحر يعني. ثلاث تليفون مع كذا حاجة يا باشا، هو أبوه واحد ماشي، أنا قلت تليفون مع كذا حاجة أو مع حاجات تانية. بس هي رجلتها حلوة يعني. خلاص نكمل بقى عادي. ها هل ينفع نستخدم أنتي بليتلتس أجريجيشن؟ آه ليه؟ ليه؟ هو دلوقتي لما يحصل جلطة في مكان ما، لما يحصل جلطة في حتة مش الجلطة دي بقى في رف سيرفيس فيجي يتكون عليها بليتلتس أخرى، أنا عايز أبوظ البليتلتس، أستخدم أنتي بليتلتس أجريجيشن الرخيص أبو بلاش اللي موجود عند البقال ده اسمه إيه؟ أسبوسيد عند البقالين والله، أديت لي أسبوسيد. في كان زانيو زمان حاجة اسمها اللي هو الدايبريدامول اللي هو البرزنتين، وحديثا أحدث واحد اسمه تيكليد. تيكليد ده هو الأحدث لكنه غالي بصراحة، هو اللي بيستخدم هو الأسبرين بره كل العالم على فكرة. مزغاي ماشي. طيب ده اللاين الثاني او الثالث بقى. اللاين الرابع، هل ندي انتي كوايجولنت ولا ما نديش؟ ندي انتي كوايجولنت ولا ما نديش؟ هنديها في ثلاثه احوال، ركز معايا كويس قوي. هدي الانتي كوايجولنت في ثلاث احوال، اذا كانت ستروك ان اوفوليوشن مش فاهمين اي حاجه، اذا كان في ترانزينت سكيميك اتاك، واذا كانت امبوليك. كلمه كلمه ستروك ان اوفوليوشن يعني ايه؟ جابوا لك العيان، بص والله بيحكوا لك كده يا دكتور، هو الموضوع بدا من 3 ساعات ونص، هو بدا دكتور يجي له تنميل وشكشكه في وشه، وبعدين نزل على جسمه بدا يجي له دكتور ضعف كده، وبدا ياخد دراعه وبدا ينزل على رجله. انت ما استناش تقول ده دراعه بس لسه ما جاتش في رجله، لا يا بابا ها تعمل السي تي ما جاتش امرج، بس الجلطه عماله تتكون. ستروك ان ايفولوشن يعني جلطه تحت التكوين، وجع الذهب. طالما هي جلطه تحت التكوين انا دوري اعمل ايه؟ ان انا اوقف التكوين ده عن طريق الانتي كوايجولانت. فهمنا؟ فهمنا ولا لا؟ يبقى كلمه ستروك ان ايفولوشن يعني الجلطه مالها بتتكون دلوقتي، يبقى لازم ان انا ابدا الحق نفسي. تاني حاجه، لو واحد عنده تي اي اي ترانزينت سكيميك اتاك، احنا قلنا ترانزينت سكيميك اتاك يعني من ستروك، يعني ان شاء الله ده جاي له ايه؟ اصلا ثلث الحالات اللي بيجي لهم تي اي اي خلال سنه يكون جالهم الجلطه. خلاص هو لو جاله تي اي اي هعرفك ازاي اشخصها دلوقتي. لو جاله تي اي اي لازم انا مباشره اوتوماتيك كده اروح اعمل له ايه؟ بسرعه اروح انا مديله انتي كواجلانت. ليه بقى؟ عشان ما يحصلوش ما يحصلوش جلطه، امنع الاستروك. ماشي. نمره ثلاثه، لو امبوليك. امبوليك واحد عنده ميورال ترومبس، واحد عنده اترال فايبريشن، واحد عنده حاجه عماله تعمل لي شاور وفي امبولاي، اقعد اتفرج عليها ولا ادي انتي كواجلانت؟ يبقى ايه الانديكيشنز اوف انتي كواجلانت؟ ثلاثه ستروك انفليشن يعني تحت التكوين. اثنين في تي اي عشان ما يحصلش ميجور ستروك. نمره ثلاثه لو كانت امبوليك، والهدف من الامبوليك ان انا امنع الشاور اوف امبولاي، مش لو واحد عنده اي اف وكنا بنديله انتي كوايجولانت خلاص نفس الحاجه. طيب مين ما ادلوش انتي كوايجولانت؟ ايه هي الكونترا انديكيشن؟ مين يقول لي اول كلمه سكتني؟ هيموراجيك. ما هرجش بقى. او واحد يا جماعه بيستخدم اسبرين بقاله فتره طويله، او واحد عنده بيبتيك اسر، او واحده حامل، او واحد عارفين عنده هيموراجيك بلاد ديزيز بيربرا او هيموفيليا، دي كلها حاجات. او واحد عنده سيفير هايبر تنشن خايف لا يحصل له بليدنج، يبقى دي كلها حاجات اللي هي الكونترا انديكيشن العاديه يعني الكونترا انديكيشنز بتاعت الانتي كوايجولانت العاديه. طيب مين بقى تعرفوا مين انتوا اولاد انتي كوايجولانت؟ ايه الانتي كوايجولانت اللي نعرفهم؟ هيبارين لو مولكيولو، عندنا الهيبارين بانواعه، وفي عندنا وورفارين، وفي حاجات ريسنت يعني، بس طبعا هو ماشي دول اللي بيستخدموا. الهيبارين، الهيبارين دوت بنستخدمه ازاي بقى؟ هنصلح الجرعه، هنصلح الجرعه. هنكتب جنب الهيبارين كده، يا بس دي جرعه قديمه هي اللي كانت بتستخدم كده الحقيقه، بس الجرعه الجديده بقى هنقولها 80 انترناشونال يونت بير كي جي، 80 انترناشونال يونت اللي هي الاي يو انترناشونال يونت بير كي جي از ايبولاس. يعني ايه؟ از ايبولاس يعني اداله مره واحده كده ماشي. ذن 15 15 انترناشونال يونت بير كي جي بير اور 472 اورز لمده 72 ساعه. ده مش كلامي، ده كلام الهيل جايد لاين. تاني عارفين يعني ايه جايد لاين؟ يعني كل الدكاتره اللي هم شغالين في هذا المجال
في الكونفرنس الدولية اتفقوا ان الجرعة الموصى بيها كذا، لو انت خالفت هذه الجرعة في دولة متقدمة بيحاسبوك، لو انت مشيت على الجرعة دي اللي متفق عليها وحصل كومبليكيشنز للمريض وانت ولا عليك اي حاجة، انت بتنفذ القانون، فاهم حاجة؟ انت ان شاء الله اللي هيسافر ملوك يشتغل بره هينبسط جدا. ليه؟ انت اصلا بتتعامل مع 5-6 حالات، كل حالة ليها جايدة، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، مفيش حاجة اسمها دكتور كبير ودكتور صغير، مفيش، ما عندهمش عقدة الشعر الابيض والنظارة والكرش والحاجات اللي عندنا دي. انت عشان تروح لدكتور هنا لازم يبقى ايه؟ انت ما حدش اقتنع بشعره، لازم الشعر الابيض، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت يبقى دكتور كبير، وما فيش حاجه اسمها كده. اصبح دلوقتي اللي هتروح المستشفى دي زي المستشفى دي، اللي هيتعمل هنا زي اللي هيتعمل هنا. فالجايد لاين ده قال ايه بقى؟ قال هندي 80 انترناشونال، يعني واحد مسهلها على نفسنا، واحد وزنه 100 كيلو. هنديله 8000 وحده، 8000 وحده، هديهم له كده انترافينوس جرعه واحده، مش هسيبه. هبدا بقى خلال الساعه اعلق له كده محلول. وبنظبطه بطريقه معينه ناخد 15 وحده لوزنه، 15 وحده بالنسبه لوزنه، يعني ناخد 150 وحده مثلا كل ساعه، ويفضل ماشي عليها لمده 72 ساعه. اشمعنى بقى يا دكتور لمده 72 ساعه؟ عشان اول انا بدات اديله الهيبرين اديته كمان وورفرين اورال انتي كواجولانت. الهيبرين بيشتغل دلوقتي، الاورال انتي كواجولانت بيشتغل امتى؟ بعد 3 ايام. اكيد بعد 3 ايام انا هوقف مين واستمر على مين؟ الكلام واضح؟ طب لما تيجي تدي هيبرين مش انت خايف يحصل له نزيف ولا ايه؟ سلمى خايف ولا مش خايف؟ لا هيتي. اي حته بالظبط؟ هيبرين؟ لا لا لازم. هذه 80 وحده بالنسبه لوزنه، هو وزنه 100 كيلو. ها يبقى انا هديله قد ايه؟ 8000 وحده. عرفته ازاي؟ بالتقريب كده بالوايه. شكله كده. يدي كم كيلو؟ كده ماشي؟ بعدينهم ايه؟ خلاص ادي ادي بالطريقه العشوائيه، بس هو ده الصح يعني. بعدين وزن المريض مشكله يعني، ده بيشال على الترولي كده، هو الميزان، اصل الميزان ده مش ميزان الحمام اللي عندنا ده، لا ده ميزان ايه؟ ميزان كده العيان بيتحط بالترولي عليه، والترولي وزنه قد كذا، يبقى عارفه الترولي ولا لا؟ فانا بحطه كده وبعرف وزنه قد ايه؟ يعني وبعدين اطرح وزن الترولي، يبقى ده وزن المريض يعني. يعني انا عرفت وزنه، خلاص لما عرفت وزنه ابدا احسب له الجرعه يعني. فانا هدي له 80 لكل ايه؟ لكل كيلو جرام من وزنه، ده في الاول. بعد كده احسب له وزنه كذا، بقى اديله 15 يونت لكل كيلو جرام من وزنه. حلو؟ وانا في نفس الوقت بكون بدات معاه وورفرين. هدي الاثنين، ما هو الوورفرين مش شغال، هيشتغل بعد 3 ايام. يبقى انا الثلاث ايام دول مظبطه بالايه؟ بالهيبرين. بعد 3 ايام اوقف الهيبرين وامشي على مين؟ عندي سؤالين. السؤال الاول، لما تدي واحد هيبرين هتسيبه كده بالحب يعني ولا تظبط الجرعه؟ لازم اتابعه، اتابعه بحاجه اسمها بي تي تي. بي تي تي هتابع الهيبرين بالايه؟ هنعرف يعني اسمها اكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين تايب. هشرح لكم تفصيل عندنا هيماتولوجي هناخدها. طب اللي بياخد وورفرين اتابعه بايه؟ بي تي او اي ان ار. بي تي او اي ان ار، هناخد الكلام ده تفصيلا. السؤال الثاني ويا رب تردوا عليا، لو واحد بياخد هيبرين، بس حد يرفع صباعه ويجاوب، لو حد بياخد هيبرين وحصل له منه توكسيستي، ايه الانتي دوت؟ اديله السلفه بتاعه اللي هو بروتامين سلفيت. الانتي دوت بتاع الهيبرين مين؟ بروتامين سلفيت. ماشي. والانتي دوت بتاع الورفرين مين؟ فيتامين كي. لم الدنيا بقى، لم الدنيا. الهيبرين هيشتغل بعد قد ايه؟ على طول. الورفرين هيشتغل بعد قد ايه؟ بعد 3 ايام. الهيبرين هتدي جرعه قد ايه؟ 80 انترناشونال بير كي جي اول ساعه، بعد كده هذه 15 يونت من الوزن لكل ساعة لمدة 72 ساعة. هتعمل فولو اب عن طريق بي تي تي، لو حصل مشاكل هتدي هدي الانتيدوت اسمه بروتامين سلفيت. بروتامين سلفيت اسمه ما اعرفش، بس هو موجود كده في المستشفى اسمه كده بروتامين سلفيت. ما اعرفش اسمه في السوق يعني. الناحية الثانية، الاتجاه الثاني يعني، الاتجاه الثاني هتدي الورفر هيشتغل بعد 3 ايام. الجرعة بتاعته ممكن من 5 ل 10 مللي جرام. بتظبط الجرعه عن طريق البي تي او الاي ان ار، هنعرفهم ان شاء الله، المفروض عارفينهم اصلا من الهيباتولوجي يعني، وهنقولهم تاني. لو حصل مشكله الانتي دوب بتاعنا هو الفيتامين كي. واضح؟ طيب بس نظم الدنيا، احنا بعد ما عملنا الجنرال كير، الجنرال كير ايه؟ كنت بظبط العيان ثم اعمل اللي هو السيمتوماتيك ثم الفيز والسبب، ده كلام اوانطه. دخلت على السبيسيفيك، لو السبب بتاعي فاسكولار ترومبس ظبطت البلاد بريشر، اديت ثرومبوليتك ثيرابي لو جاي لي في اول ساعه ونص، بعد كده بدات اديله اللي هو الانتي بليتلت ثم الانتي كواجلانت. دي بقى شويه ادويه وهميه، هتحفظ منهم 3 4 اسماء فقط. انا اقول لكم هم بيعملوا ايه بس الكلام عبطيشن يعني. جم استخدموا دواء اسمه نوتروبيل اللي هو البراستام ده.
قال لك ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيبقى اللي هو الامبول يبقى 1 جرام بنديله حوالي 12 امبول كل يوم. ده بيقول لك بيعمل ايه؟ بيخلي الار بي سي تبقى ديفورمابل. يعني ايه الار بي سي ديفورمابل؟ يعني يبدا يحور في شكل الار بي سي بحيث انها تحصل لها سكويزنج كده وتدخل جوه البلاد فيزلز الكابيلر الصغيره فتدخل تصلح الحته اللي فيها انفاركشن. هبل. ها قال لك لا في دواء ثاني اهم اسمه ترينتال. ها ترينتال ده ها بلس ان هو بيعمل سكويز للار بي سي ها برضه بيوسع الكابيلر شويه فتعرف تدخل براحتها. ها هنقوله اسم. ها الثالث ترايفستال نفس القصه. ترايفستال نفس القصه ولا اي حاجه بتعمل اي حاجه. كانوا زمان ما حدش هنشطب على رقم 4 دي خالص كانوا بيدوا سريبرال فازوليتور كانوا بيشمموه سي او 2. متخيل دي سي او 2 عشان يعمل ايه؟ طبعا ده صباح الصداع والإديمة والقرف. مفيش حاجه اسمها كده. اوعى تقولها اصلا ها اشطبها وكده بس ما تجددش يعني. ها دي تتشال رقم 4 تماما. مفيش حاجه اسمها سي او 2 انهيليشن دي بالمره. ها شيلها من حساباتك اساسا. ها هيعمل نفس القصه كابيلاري موديوليتور ها وفي نفس الوقت هيعمل سكويز لمين ولا بيعمل اي حاجه. حكيت بس تلفون هنا مبقاش بقى يستخدم كل دوت. كلامي على الثرومبوتيك ماشي. يلا بقى الشق الثاني. لو كان السبب امبوليك 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 نفس اللي قلته هو هو بس عالج الامبولس. عالج الامبولس ودي انتي كواجلانت. عالج السورس بتاعنا ودي انتي كواجلانت اذا كان ثرومبوتيك. اظن واضح ان الامبولس والثرومبوس الاثنين يعملوا انفاركشن فالاثنين نفس الايه؟ طيب نعم مفيش لا مش هاد طبعا هدي تعمل ايه؟ مش تعمل حاجه؟ طيب بص يا اولاد لو هو هيمورج بقى ده الاتجاه الاوحش. لو هو هيموراج يعني عنده هيموراجيك انفاركشن ده هتعالجه ازاي؟ ريست. اصل بصوا مع كل كحه مع كل ستريننج مع كل عطسه مع كل حركه النزيف بيزيد فلازم انا اعمل ايه؟ اهديه. لازم عيال دوت يبدا ايه؟ يهدى. لازم بيد ريست يستريح. وطبعا اوبن باول يعني ايه؟ يعمل له انما والكلام ده ما يقعدش يحزق لان كل حزقه كل ستريننج هتؤدي الى هيموراج. والكير بتاع السكن والكير بتاع البلادر والباول والبريثنج والقصه دي كلها. طب يا دكتور عايز ندي ادويه ندي دوايين حاجه اسمها انتي فايبرينوليتيك دراجز اسمه ترانكزيميك اسيد. انا عايز ترجمه لكلمه انتي فايبرينوليتيك. نفي النفي اثبات. انتي وليتيك دول يشيلوا بعض يبقى انا عملت فايبرين. ولا انتوا فاهمين اي حاجه؟ مش كان الميكانيزم الرابع ما حصل فازوكونستريكشن وبليت الاجريجيشن وكلوت كان بيجي الفايبرينوليتيك سيستم عشان يدوب الايه؟ الجلطه. انا مش عايزه يدوب الجلطه انا عايز الجلطه تفضل ايه؟ اصل ده هيموريد فانا عايز الجلطه. اسم الدواء ايه بقى؟ انتي فايبرينوليتيك اسمه ترانكزيميك اسيد وامينو كابرويك اسيد اسمه في السوق كابرون وهي مستوب. ها اسمه كابرون اللي هو امينو كابرويك اسيد دول انتي فايبرينوليتيك دراجز ماشي. وممكن كمان استخدم فيتامين كي. موافقين؟ ممكن استخدم فيتامين كي ها كوناكيون واسمه فيتامين كي باسمه يعني. ولو كان مثلا عنده انيوريزم ورابشر او عنده حاجه كبيره حوله بقى جراحه مخ واعصاب يدخلوا يعملوا كليبنج يدخلوا يقصوا يدخلوا يشيلوا على حسب السبب. جالي سؤال في الامتحان ب 15 درجه يبقى انا اكاونت اون مانجمنت اوف سيريبرو فاسكولار ستروك. ده كله دكتور مال بتاع الباسكولار كل ده كل ده هم دول فاهم ولا لا؟ لا اصل احنا مفيش حاجه الكتاب ده مش كاتب ستروك بس هي هي يعني هي الفاسكولار كوزس يبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها ستروك. طب يا دكتور هو وارد ان يحصل لي مثلا هيموبليجيا مثلا يعني هيموبليجيا سببها انفلاميشن هندي كورتيزول. هيموبليجيا مثلا سببها تيومر ادخل شيل التيومر. ها فاكر مثلا واحد عنده ديسك برولابس ده ديسك برولابس وعمل لنا ايه؟ ها وعمل لنا براون سيكوارد. ابدا عالج الديسك برولابس سيرجيكالي يعني تبدا تعالج اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو السيتويشن بتاعك. لكن مين احنا قلنا 99% ها هتبقى الحالات بتاعتنا تسكر. في سؤال شفوي ممكن يجي لك انيميوريشن نظري. حاضر قولي سؤالك. طيب هنا مكتوب ان انا ما بديش فيتامين كي ممكن ادي او ما اديش ادي او ما اديش ممكن اه وممكن لا. كاتب ايه يعني؟ انا هستخدمه انا هستخدمه لكن ممكن ما يجيبليش النتيجه اللي انا عايزها. هو بيخاف ليه من الفيتامين كي؟ عشان ممكن يعمل لي جلطه. بس انا بستخدمه وانا قدامي العيان يعني بستخدمه خليه يستخدم كوشن لي وانا شايف العيان وانا شايف هو بيخاف ليه يقفل بس ويعمل جلطه. طيب causes of transient hemiplegia ده سؤال شفوي ممكن يجي لي enumerate causes of transient hemiplegia ممكن يجي لي في صيغه ثانيه causes of recurrent hemiplegia تنفع؟ يبقى transient او recurrent the same
ريكارنت او ترانزيانت هي هي. ها ليه اسباب هتحفظ كل واحد حفظه خمسه سته يعني. واحد ترانزيانت كيميكال اتاك هنشرحها حالا. اثنين هايبرتنسيف انكيفالوباثي. حد فاكر حاجه زي كده؟ اه ايه الهايبرتنسيف انكيفالوباثي؟ ما بيحصل صادن انكريزنج ان بلاد بريشر بدل ما يحصل فازوكونستريكشن يحصل فازوريتيشن فالبرين يغرق. فلما يغرق هنا يغرق الدم داخل جوه يدخل في برين اديما العين يجي لي سيمتومز اوف انكريزنج انتراكرانيال تنشن غير كلمه اسمها لاكيونر انفاركشن اللي هو البلاد بريشر زايد بقاله فتره طويله ها ففي فازو كونستريكشن بيحصل اسكيميا في الانترنال كبسول او في السيربيلم او في اماكن معينه فيبدا يحصل جلايوزس ويقع. هقول حاجه اسمها لاكيونر انفاركشن. خلينا بس الموضوعنا. يبقى احنا قلنا هايبرتنسيف انكيفالوباس دي حاجه. هنا ممكن يحصل حاجه اسمها هيمبليجيك مايجرين. عارفين المايجرين؟ صداع النصف. في الاول يحصل فازو كونستريكشن ثم فازو دايليشن. لما يحصل فازو كونستريكشن يبقى الدم اللي رايح للمخ ممكن يعمل اسكيميا يجي له صداع جامد جدا بعد كده يبدا الهيموليجيا تخف. يعني بتروح وتيجي يعني ده سيفير فورم. طبعا هو ده ان كلاسيكال ده لا يتعدى 2%. الاصل في المايجرين صداع وخلاص. في سيفير فورم ربما يؤدي الى ايه؟ ربما يؤدي الى هيموليجيا طبعا مرحله مؤقته. اوكي واحد عنده سيريبرال انيوريزم كل شويه ينزل شويه دم هيموريج سيريبرال انيوريزم الدي اس على فكره يعمل ريكارنت مش اصلا الدي اس يتميز ان هو ريميتنت ولا ايه؟ ريميتنت. ريميتنت بيروح ويجي فبالتالي ممكن يبقى الموضوع بتاعنا ريكارنت. في حاجه اسمها توتس باراليسيز. مين فاكر الحركه دي؟ لكن لما كان بيحصل اريتيشن الاريا فوق ايه اللي بيحصل؟ لما حصل اريتيشن الاريا فوق العضله الحركه طب ايه رايك اريتيشن فوق دي فضلت شغاله يومين طلع عندك كل شويه حصل ايه؟ كل شويه يحصل حاجه اسمها نيورونال اكزوشن. ها يعني نيورونز خلاص تعبت فروح داخل فيه ها ترانزيانت هيموبليجيا تقعد فتره كده صغيره دي اسمها توتس باراليسيس. يبقى توتس باراليسيس تحصل بوست ابيليبتيك يعني بعد الاتاك اوف ابيليبسي ممكن يدخل عين فين؟ ها في كلمه اسمها توتس باراليسيس. في حاجه اسمها كلمه قديمه كده مش موجوده مع السيفلس يعني حاجه اسمها جنرال باراليسيس اوف انسين دي كانت بتحصل مع السيفلس دي مش موجوده دلوقتي مفيش اصلا سيفلس هو مفيش سيفلس دلوقتي ليه؟ انتي بياتك المنتجه عشان تجيب نسيلل او ممكن طبعا تبقى هيستيريكال. في بنت كل ما حد يزعلها تعمل ايه؟ ها شليت شليت دي اسمها دي اسمها هيستيريكال هيموبليجيا. اوكي ده سؤال مهم على فكره. ترانزيانس كيميك اتاك سؤال مهم. انا بس بريك كده افصله خمس دقايق ونعمل الايه؟ نعمل التي اي اي دي عشان عايز ادمج بس شويه. ها تي اي اي ترانزيانس كيميك اتاك مش عايزين خلاص انا شغال شغلهم في هذه خمس دقايق كده ولا ايه؟ موافقين يعني؟ ترانزيانت كيميك اتاك. ترانزيانت يعني حاجه مؤقته. اسكيميك حصل اسكيميا. اتاك يعني حاجات متكرره. اتاكس بقى ايه اللي بيحصل؟ واحد بيحصل له ده يعني حاجه بتتميز ان بيحصل ايه؟ بيحصل بريف اسكيميا. بريف اسكيميا بريف يعني ايه؟ بسيطه حاجه بسيطه مش قادره انها تعمل انفكشن ويقعد اقل من 24 ساعه. اطلقوا عليها الامريكان ميروج ترانزيانت كيميك اتاك يقولوا عليها ميني ستروك. ميني ستروك يعني ستروك صغيره. ها ميني ستروك واخد بالك؟ ها ميني ستروك مش ميني ميني يعني صغيره. ها ميني ستروك ماشي؟ اللي هي بتبقى تلت الحالات بعد كده خلال السنه تدخل بقى في ستروك اصليه. يبقى هو كونديشن كاركترايزد باي بريف ديكريزنج ان سيريبرال بلاد فلو not enough to reduce ischemia and the lasting less than 24 hours. يعني شكل عيني بعمل ازاي؟ واحد كده يستروك الحقنا يا دكتور بسرعه انت جارهم ولا حاجه تدخل على الراجل ده يقول لك يا دكتور ده كان قاعد بيتكلم معانا وبياكل معانا اس فجاه الراجل بجد والله من الناحيه اليمين مش شغاله وتلاقيه مبرق كده او تلاقيه بقه حاول ناحيه حلو كده قلت لهم دي جلطه دي جلطه يلا بسرعه المستشفى انجزوا العربيه انجزوا المستشفى هم رايحين في الطريق كانوا دكتور ده بقى كويس جدا ده بقى كويس خد الدقايق واخد بالك؟ هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ جت حته جلطه فتفوته قد كده قفلت ارتري صغير وبعدين عشان هي صغيره طيار الدم ايه؟ مشاها او مثلا حصل فاسكولار عارفين حاجه اسمها فازو سباستيك انجلتا فاريانت انجلتا كان بيحصل ايه سبازم ويفك ممكن يحصل في البرين كده سبازم ويفك يعني الموضوع بياخد ايه دقايق هم هنا كاتبين ان هو ما يعديش 24 ساعه ده مدينه براح قوي بس ايه اكشوالي قد ايه؟ minutes هي just minutes ها بتكون just minutes يبقى definition disorder characterized by brief ischemia brief يعني بسيطة not enough مش كفاية to produce ها
انفاركشن مش عارفة تعمل انفاركشن lasting less than 24 hours وبعد كده كل حاجة بترجع تاني كأن شيء لم يكن بترجع طبيعية. ماشي دكتور، طب لو قعدت اكتر من 24 ساعة وبعدين رجعت كل حاجة طبيعية يعني قعدت 48 ساعة وخفت ما كملش 72 ساعة بس قعدت شوية وخفت ورجع كأنه مفيش أي حاجة، ده ترم قديم قوي 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 اسمه ريند. ريند اللي هو ايه بقى؟ سهلة وصوص ريفرسابل كيميك نيورولوجيكال ديفيسيت. ريفرسابل يعني حاجة ترجع اسكيميك في اسكيميا، نيورولوجيكال حاجة في الأعصاب، ديفيسيت يعني خلل. دي حاجة كلمة قديمة. يبقى تاني واحد حصل له جلطة قفلت حاجة وخلال 24 ساعة رجع تاني اسميها ترانزيانت كيميكال اتاك. طب قعد اكتر من 24 ساعة لغاية 72 ساعة ورجع تاني اسميها رن. عايز اقول لكم حاجة، هل انا دلوقتي لما يجيبوا لي عيان في العيادة او في المستشفى او اروح له في البيت هل انا اقدر اشخص ترانزيانت كيميكال اتاك؟ عارفين لما ركبوا العربية وكانوا رايحين على المستشفى وكلموني قالوا لي ده هو خلاص مبقاش فيه اي حاجة، انا ساعتها اشخص ان الحالة دي تي اي ايه، لكن اول ما انا شفته انا بعتبرها ايه؟ ستروك. عشان كده الدايجنوز بتاعها بيكون ايه يا جماعه؟ ريتروسبكتيف. يعني ايه؟ يعني بعد ما بتخلص، بعد الحاله ما تخلص، يعني بشخصه بعد ما ايه؟ بعد ما الموضوع انتهى. يعني انا ما اقدرش دلوقتي احد، عشان بس ما حدش منكم ايه؟ يجي له عين في الاستبانه وبعدين عنده صوره هيموجليجيا، قلت له خلاص استنى 24 ساعه. لو رجع تاني يبقى كان فيها ايه؟ ما رجعتش يبقى دي ستروك حقيقيه، ما ينفعش. غلط طبعا. غلط. انت بتبدا تمانج على طول كانها ايه؟ اصل احنا لو عملنا كده هنموت ناس كتير جدا. احنا هندمر ناس كتير جدا يا اولاد، علشان كده لازم اعمل ايه؟ لازم اخد بالي. اخد بالي ازاي؟ لازم حضرتك تشوف العيان ده هو فعلا تبدا تعالج كانها هيمبليجيا. لقيت الحمد لله ربنا كرم والامور فاكت خلاص يبقى دي كانت ترانزيانت كيميك اتاك. وعلى فكره هو انتوا عارفين معلومه، هو لو طلع ترانزيانت كيميك اتاك هو انا هسيبه؟ ده بفكر انا هسيبه واعمل له ايه؟ لا لا مش فاكرين الان ايه الانديكيشنز اوف انتي كواجلانت تي اي اي ستروك انفلوشن وتي اي اي وامبوليك. ما تي اي اي يبقى انا لازم اديله ايه؟ لازم اديله يعني اذا انا هعالجه مش عايز اتكلم خلاص. دي حاجه. الحاجه الثانيه الانتيولوجي بتاعنا نمره واحد مايكرو امبولايزيشن. مايكرو يعني حاجه صغيره بس مش عارفه تقفل كويس، ده احتمال جايه من القلب جايه من البلاط فيزل. عارفين انا في الكاروتيد صح؟ الكاروتيد ده بيدي انترنال كاروتيد ده اللي بيغذي البرين مينلي. لو في الكاروتيد هنا اثيروسكلروزس وحته فتفوت الدهون كده اثيرونداس باتش اتحركت وراحت قفلت ارتري وبعدين جابت ما تعمل فيها ايه؟ لو واحد عنده فيجيتيشن في القلب وحته طارت منها بس صغيره جدا لازم تبقى مايكرو حجم صغير وبعد كده تدوب، ده احتمال. الاحتمال الثاني يكون عنده فاسكيولايتس. حد يشرحها لي فاسكيولايتس ترجمه انفلاميشن. طيب وانت لما بيحصل انفلاميشن في ايدك مش بتورم؟ طب بيحصل انفلاميشن في البلاد فيزل هيورم بس هيورم ايدك هتفضل ورم على طول ولا هتخف؟ خلاص ما هو اكيوت ولا اجريسيف عشان كده شويه ويخف. فاسكيولايتس في ثلاثه مش مكتوبه، لا مش مكتوبه في اي كتاب. نمره ثلاثه هتزود ثلاثه في الكوزز. ثلاثه سبازم اوف one of the cerebral arteries. Spasm of one of the cerebral arteries. يبقى الاحتمالات بتاعتي يا مايكرو امبولاي طلع من القلب او من البلاد فيزل، يا اما فاسكيولايتس يا اما يكون السبب بتاعنا هو سبازم. دي حاجة. المعلومة التانية ودي ان شاء الله دي الحصة اللي جاية في النيورولوجي، حصة من الحصة الجميلة كده هناخد فيها حاجة اسمها بلاد سبلاي اوف برين. افهموا المعلومات دي لغاية لما ناخد البلاد سبلاي اوف برين عن طريق two systems. واحد اسمه كاروتيد سيستم، واحد اسمه فيرتيبرو بازلر سيستم. يعني لو البرين بتاعي اهو كده بالمنظر ده ادي البرين اهو. بصوا يا ولاد الجزء اللي قدام ده كله كده، كل المنطقه دي كل الحته دي كده بيغذى بالانترنال كاروتيد. بيدي برانشين، واحد اسمه ميدل سيربرال، واحد اسمه انتيريور سيربرال، بيغذوا المكان ده كله. حلو. اللي ورا ده بيغذى البوستيريور سيربرال ارتري، دوت جاي من فيرتيبرو بازلر سيستم. ما تتوهش مني، احنا عارفين الكاروتيد ما فيهوش في انتوا ساقطين. ردوا علي دوت الليفت سايد اوف ظهر، وهنا طلع عندنا ده القرش فور، هذا القرش فور ده بيدي كام برانش؟ ده اسمه سابك يمين، ده اسمه ايه؟ سابك ده اسمه ايه؟ وده اسمه ايه؟ دوت اسمه برانكيو
والله ما تعطينا اي حاجه. راكي ديفال. طب ده مين؟ صب كده فهمتوا حاجه؟ يعني ايه بقى؟ يعني انا عندي الرايت سب جيفيت طالع لوحده والرايت كاروت طالع لوحده ها، لكن عندي براكيو كيفاليك. البراكيو كيفاليك ده واحد بس، براكيو كيفاليك ارتري واحد غير الفين. في عندي رايت براكيو كيفاليك فين ولف. انا على فكره كنت شاطر جدا، انا في شكلي كده وانتوا ضايعين. هو في ايه يا عيال؟ ايه يا ابني؟ هو البراكيو كيفاليك ارتري واحد لكن الفين اثنين. عندي براكيو كيفاليك فين يمين وشمال، قلناها زمان مع الجاجولار فين والكلام ده. لكن دلوقتي هو ايه؟ براكيو كيفاليك ارتري واحد بيدي مين؟ بيدي ليفت سب كليفير ويدي ليفت كاروتد. الشاهد ان انا عندي رايت كاروتد وعندي ايه؟ ليفت كاروتد. هذا الرايت كاروتد هيديني انترنال واكسترنال. اكسترنال بره مش عايزينه، انترنال يدخل جوه المخ. ونفس القصه اكسترنال مش عايزينه وانترنال يدخل جوه المخ. يبقى المخ بيتغذى مين؟ عن طريق الكاروتد سيستم. دي حاجه. في حاجه ثانيه، عارفين السب كليفير اليمين والشمال؟ الصاب كليفيا ده متقسم للفيرست بارت والسكند بارت والثيرد بارت. لو ادي صاب كليفيا يمين وصاب كليفيا شمال، يطلع من كل واحد منهم ارتري اسمه فيرتبرال ارتري. ما تكتبوش حاجه. هذا الفيرتبرال ارتري يمين وشمال يمشوا كده ويدخلوا من الفورم المجنم. دخلوا فين؟ بالظبط اتحدوا عند المدله اوبلونجات، عملوا حاجه اسمها بازلر ارتري. دوت اسمه فيرتبرال ودوت اسمه بازلر. يبقى السيستم ده على بعضه اسمه ايه؟ فيرتبرو بازلر سيستم. حلو. اسمه ايه؟ فيرتبرو بازلر سيستم ده. وبعد كده نروح نقسم للتو بوستيريور سيريبرال ارتريز اللي هم هيغذوا الجزء اللي ورا. مش موضوعنا دلوقتي. انا يهمني ان هذا الفيرتبرو بازلر سيستم ماشي هنا كده في المنطقه بتاعت البرين ستيم، بينما الكاروتيد داخل المنطقه بتاعت مين؟ مين؟ بتاعت المخ من قدام. حلو كده. انا عايز اقول ايه؟ اعمل تلم ترانزيانس كيميكال اتاك حصل للتلف او مايكرو امبولاس او فاسكيولايتس، بس حاجه بسيطه. قعد تقلل من 24 ساعه وما كانش اسكيميا جامده عشان تعمل انفاركشن، يعني العيان فك تاني. ايوه يا دكتور. طب هتحصل اكتر على مستوى الكاروتيد ولا اكتر على مستوى الفيرتبرو بازلر سيستم؟ بنسبه 80% كاروتيد، بنسبه 20% على مستوى الفيرتبرو بازلر سيستم. في ايه؟ انت تايه من غير حاجه. هو انا عملت ايه طيب؟ انا على فكره ما بشرحش حاجه ده. هو من اول اناتومي حافظ اليمين متحدين والشمال مكتئن، فحافظ انه بريك وسفالت. ها؟ ايه دي؟ ليفت صاب كليفيان وليفت وليفت كاروتر. مش رايت بيطلع رايت. لا لا لا، الرايت ده لوحده. ده لوحده. ده طالعين من الليفت يا راجل. شو هي كده؟ وات ايفر، مش دي القضيه دلوقتي. بس انا عندي واحد وهيدي التو برانشز يعني. تمام. انتوا مشكلتكم في الاناتوم يعني؟ انا في المعلومه اللي عايز اقولها ان انا عندي فيه كاروت الارض هيغذي الجزء الاوروبي، وعندي فيرتبرو بازلر بياخد المنطقه بتاعت البرين ستيم والجزء اللي ورا. فيها حاجه دي؟ هم تو ارتريز. يبقى في ارتري لقدام وفي ارتري لفين؟ في سيستم للامام وفي سيستم للخلف. دي اول معلومه. حلو. لو حصل سبازم او ناروينج او عمل مصيبه في الجزء اللي قدام، ايه اللي عنده هيحصل له يا جماعه؟ هيحصل له تي اي اي، بس هتبقى انتيريور. يعني ايه انتيريور بقى؟ يعني تبع مين؟ طيب هو مش ده بيغذي الاريا فوق؟ واريا 1 2 3 والاوريتوري اريا والحته بتاعت 44 والحاجات المهمه دي. خلاص اللي عنده كاروتيد ارتري انسفشنسي، او اللي حصل له، او اللي حصل له بمعنى اصح تي اي اي على مستوى الكاروتيد ارتري. مش ممكن يجي لك بالترانزيانت هيموبليجيا ولا ايه؟ لان اريا مين اللي اتضرب دي؟ مش ممكن يجي لي بصوره هيمي اناسيزي؟ ما هو الكورتيكال سنسور اريا، صح ولا لا يا ولاد؟ صح. مش ممكن يجي لي بصوره افيزي؟ مش كده؟ يعني اذا المشاكل على حسب الحته اللي هو بيغذيها. طب تعالى للوجه الاخر. مش حضرتك الفيرتبرو بازلر ده طالع هنا في منطقه البرين ستيم؟ مش طالع في الحته دي؟ طالما هو طالع في الحته دي، المكان ده مليان ايه؟ سنتر. نيوكليون. مش هذا النيوكليون اوف ذا كرانيال نيرفس؟ طب لما يحصل هنا اسكيميا مؤقته، مش ممكن عند وقت يجي لي بالكرانيال نيرفس انفكشن؟ مفهوم المعلومه دي؟ المعلومه الثانيه، الحاجه اللي مسؤوله عن الصحيان بتاعتنا، الاستيقاظ بتاعنا، النشاط بتاعنا اللي هي اصلا عطلانه عندكم، حاجه اسمها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم.
ها اسمها ايه؟ ريتيكولار بلاك، ده اللي بيصحصحك، ده اللي بيفوقك. ده موجود فين؟ موجود في مكانين، موجود في السيريبرال كورتكس بس بص كده بس، وموجود في البرين ستيم بس. ازاي يعني؟ اكتر مكان في جسمنا بيصحصحنا هو مين؟ طيب لما واحد يحصل له ترانزيانت اسكيميك اتاك على مستوى البرين ستيم فيرتيبرو بازلر، مش ممكن يدخل في كوما؟ يجيله سينكوب وكوما ولا ايه؟ صح ولا لا؟ طيب لما تعرف ان السيريبيلوم هنا يمين وشمال وبيتغذى برضه هذا السيريبيلوم من الفيرتيبرو بازلر سيستم، ممكن المريض دوت يجيله اتاكسيا. يعني ممكن تبقى صوره التي اي اي بصوره اتاكسيا لو الارتري اللي رايح لمين يا جماعه هو اللي اتاثر؟ لا، لو الارتري اللي رايح للسيريبيلوم هو اللي بدا يتاثر. لمين الدنيا بقى؟ يبقى انواع التي اي اي التايب بتاعتها ايه؟ يا اما كارودل لو كارودل ممكن تعمل ايه؟ اكزامبل، عايز اكزامبل ممكن تعمل ايه؟ ترانزيانت كورتيكال سنسوروس، ترانزيانت افيز، ترانزيانت اجرافي، صح؟ ها طيب لما يكون، لما يكون الكاروتيد ده شخصيا بيدي برانش هنعرفه المره اللي جايه اسمه اوبسالميك ارتري. كفايه اسمه، اسمه ايه؟ اوبسالميك. اول برانش بيطلع من الكاروتيد ها اسمه اوبسالميك ارتري. لما يكون كده، لما يكون اول برانش بيطلع اسمه اوبسالميك ارتري. انا استفدت ايه من هذه المعلومه؟ لا يا دكتور انا استفدت جدا طبعا، انا استفدت ان ممكن اللي عنده كاروتيد يعمل ايه؟ ها اللي عنده كاروتيد ممكن يجيله جاست بلايندنس ويقعد بص يقول لك انا مش شايف بعيني اليمين، مش شايف بعيني اليمين، وبعد خمس دقايق انا شفت تاني. لا انها سليمه. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ ترانزيانت سكيميك اتاك. يبقى ترانزيانت حاجه بتروح، حاجه بتحصل وبعدين هتخف. طيب لو كان على مستوى الفيرتيبرو بازلر سيستم ده معناها ايه؟ معناها ايه؟ ممكن يجي في صوره كرانيال نيرفس افكشن، ها ممكن يجي لنا في صوره ايه؟ ها في صوره كوما، في صوره سينكوب، ممكن يجي لنا في صوره اتاكسيا. عايزين نقرا الحته دي من الكتاب. شايف انت اللي هي الكلينيكال بيكتشر؟ ها واحد كاروتيد انسفيشنس، هنكتب جنبها 80%. يلا 80%. اني وان اوف، خدت بالك من اني وان؟ يعني مش كل ده. اني وان اوف ذا فولوينج ترانزيانت افكشن ممكن يحصل ايه بقى؟ هيمي بارز، الموافقين؟ مش شايف اللي بعدها مثلا؟ افيزيا، ها كونفولجن، ها بلايندنس، مفهومه ولا لا؟ اتفهمت الحته دي؟ طب انزل السطر اللي بعدها، ها فيرتيبرو بازلر انسفيشنس 20%. ها اني وان اوف ذا فولوينج يحصل ايه بقى؟ ديبلوبيا. ديبلوبيا يعني في مشكله في مين؟ 3 و4 و6. مش ديبلوبيا 3 و4 و6. ها فيرتيجو 8. ها انستيتنس اللي هو مين؟ اتاكسيا، سيريبيلوم، سيريبيلوم وهكذا. ها نمبرز هنا اللي هو سيركا بورال ده تبع 7. مين اللي بيشيل الاحساس من هنا؟ مش 5؟ يكون عندي مشكله في 5. ما هو دول كلهم كرينيال نيرفس، يعني انا بتكلم على منطقه الكرينيال نيرفس. اتفهمت؟ سلمى اتفهمت ولا ايه؟ ايه المشكله طيب؟ ايه المشكله؟ وفين؟ عايزين بسرعه شويه. يا اخويا كنا قاعد حل سؤالين اثنين بس وضعوا لي جنبهم، ما ينفعش. صراحه جبنا حياتي. احنا في كل حاجه عندنا سرعه الا مدير. انفستيجيشنز، انفستيجيشنز. انا هتكلم على انفستيجيشنز واجي في الاخر اقول لك انفستيجيشن اوف تشويس. انفستيجيشنز هنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه العيان ده؟ هنعمل له بص حاجه اسمها هنعمل دوبلكس الترا ساوند على الكاروتيد. مش انا قلت من شويه ان ممكن الامبولاس دي تبقى ديتاتشد ثرومبس من الكاروتيد؟ فاحنا في جهاز كده اسمه دوبلكس، اشعه كده بالصبغه ملونه بتيجي تصور لي هنا مين؟ الكاروتيد. اشوف الكاروتيد لو في سده ولا حاجه اقول اه ده الكاروتيد مليان ايه؟ ده مليان جلطات. او يبقى السبب هو مين؟ يبقى كلمه دوبلكس دي هل دي عشان الترانزنس كيميك اتاك ولا عشان الايتيولوجي؟ عشان الايتيولوجي، لان الايتيولوجي ربما يكون فين؟ يكون في الكاروتيد. سهله؟ جم عملوا حاجه اسمها ريال مود او بي مود، ده نوع منها، نوع متطور شويه. بيعمل زي ايه؟ زي اشعه مقطعيه كده بالسونار، بيدخل يقطع كده، يقطع الكاروتيد كده ويقطعه كده. طب انا استفدت ايه؟ انا دلوقتي لما اجي اصور صوره بس، انا بصور صوره بس ممكن اشوفها في كذا ليفل. خلاص كده فهمتوني ان انا اشوف الجلطه لو كانت موجوده حتى في حته صغيره تبان معايا، اسمه ريال مود او بي مود الترا ساوند. واضح؟ في مشكله في حاجه زي كده؟ ها نمره 3، نمره 3. ها العيان دوت نعمل له، انا عايز اشوف ترتيب الكتاب، كلمه اسمها ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي. اقول لك الفكره وهتنبسط جدا. هاجيب العيان اصور له صوره اشعه بلين، ايه اشعه عاديه خالص،
بلي الاكس راي على السكان حلو واحفظها في الكمبيوتر ماشي واروح مديله سابلة تمشي هقول لك ندخلها ازاي سابلة تدخل جوه واروح مصور صوره ثانيه بالسابلة حلو يبقى انا معايا صورتين صوره ايه من غير سابلة وصوره بالسابلة هروح طارح الصوره اللي من غير سابلة من الصوره اللي بالسابلة اعمل سبتراكشن طرح طب انا لما اشيل العظم والبرين سبستانس والودان والمناخير والسنان والجوز والحاجات دي كلها اصبح مين بس اللي موجود قدامي البلاد فيزلز لو في ساده في البلاد فيزل معين هتبدا تبان معايا اسمها ايه بقى الكلمه الرخمه ديجيتال سبتراكشن اند جيوغرافي اعمل صورتين صوره بلين عاديه وصوره اشعه بلين في السابله واطرح الصوره الاولانيه من الصوره الثانيه يبقى اللي باين بس قدامي هو البلاد فيزل طبعا كله كمبيوترايزد يعني الفكرة بالظبط طب ما خلاص لا مش كده ما تقولي طب ما نعملها سيريبرال انجيوجرافي وخلاص صح هو كده عشان كده الحاجه الرابعه دي اوفيت شايز اسمها سيريبرال انجيوجرافي ايه بقى يا دكتور سيريبرال انجيوجرافي بصوا العلم يا جماعه دي افكار وكل عم يفكر في حاجه يقعد يقول لك دي احسن حاجه في الدنيا واحنا في الاخر نقول لك اوفيت شايز كذا فاحنا ما يعني ما نفكرش على حد هو كان تفكيره كده قال لك انا لما اطرح دي فهتبان الصوره تبقى واضحه يعني قوم عملوا سيريبرال انجيوجرافي وده بصراحه كان انفستيجيشن اوف تشويس كان ايه بقى نجيب قسطره فاكرينها ايه القسطره سلك طويل رفيع مارب مجوف عايزين ندخل على الكاروتيد ادخل ازاي ادخل من الفورة الارتري وادخل من الفورة الارتري مش عكس الاتجاه دخلت منين كاروتيد شخصيته اجي في القشر والاقي اي واحد من اجي مثلا الكاروتيد ادخل في الكاروتيد دخلت في الكاروتيد اطلع على الانترنال فاهمين حاجه جوه وانا جوه الانترنال مش القسطره دي حاجه مجوفه احقن صبغه من بره ها تحقن صبغه وتروح مصور صوره اشعه يبقى اسمها ايه سيريبرال انجيوجرافي كانت انفستيجيشن اوف تشويس ليه دكتور ده بتديك فكره السده فين والمصيبه فين والمكان فين طب لغوها دلوقتي ليه عاد يقول لي كلمه واحده انفيزيف عشان حاجه انفيزيف ده يعني مشكلتها الوحيده انها ايه انفيزيف طب يا دكتور امال ده تقول لغوها امال بيعملوا ايه هنكتبها مش مكتوبه قدامنا لازم نكتب الكلمه دي اوف تشويس حاجه اسمها ام ار اي مش اي ام ار اي ام ار انجيوجرافي يعني دي ممكن من غير صبغه وبالصبغه لكن اهم كلمه انها نون انفيزيف يعني ايه يعني انا بصور بالرنين المغناطيسي ها البلاد فيزلز من غير ما ادخل جواها من غير ما ادخل جواها ولو جالي ام سي كيو انفستيجيشن اوف تشويس للترانزيانت سكيميك اتاك ها هعمل حاجه اسمها MRA MRA هي اوف تشويس MRA ايه رايكم العيان ده نعمل له سي بي سي وسكر وسمنه موافقين ليه عشان الريسك فاكتور مش هو ممكن يبقى عنده اثيروسكلروزس يبقى لازم اعمل له الحاجات الثانيه زي مين نظم لي الدنيا نظم لي الدنيا يعني ايه ترانزيت كيميكال ها يا ديسور كاركترايزد باي جريف سكيميا نوت انف تو كوز انفاركشن اند ريفرسبل وذين 24 hours طب لو زودت وبعدين رجعت تاني اسمها ريل ريفرسبل ها اسكيميك نيورولوجيكال ديفيسيت طيب لما نيجي نقول لك الاسباب بتاعتها ثلاثه واحد مايكرو امبولاي اثنين فاسكولايتس ثلاثه يحصل اسباز طب كلينيكال تايبس بيكتشر على حسب انا انتيرور ولا بوستيرور على مستوى الكاروتيد ولا على مستوى الفيرتيبرو بازل الكاروتيد اهم حاجه هيمي باريسيس كورتيكال افكشن افيزيا طبعا مستوى الفيرتيبرو بازل يحصل كوما يحصل معانا الكرانيال نيرفز ديبلوبيا وفيرتيجو وارستيدز اللي هي الاتاكسي الانفستيجيشنز اللي تحب حضرتك تعملها احب اعمل لها ايه احب اعمل لوبلكس على الكاروتيد او ممكن اعمل ريال مود او بي مود تاخد مقاطع اكتر او ممكن اعمل ديجيتال سبتراكشن اند جيوغرافي واهم حاجتين سيريبرال انجيوغرافي كانت اهم حاجه بس ما بقوش يعملوها ليه عشان انها بس حاجه انفيزيف اصبح دلوقتي البديل بتاعها كلمه اسمها ام ار اي ماجنتيك ريزونانس اند جيوغرافي هذا الماجنتيك ريزونانس اند جيوغرافي اوف تشويس طب ايه البروجنوزز بقى طبعا سكر وسمنه وسي بي سي يعني البروجنوز بتاعنا ايه تلت الحالات خلال سنه بتدخل في ميجور ستروك مش اسمها ميني ستروك يبقى يدخل في ايه بعد كده ما هو ربنا بيبعت له انذار ايه الانذار اللي جاله تي اي اي وخفت ما سمعش الكلام فضل يشرب سجاير فضل مش مظبط الدهون يروح داخل له بقى يدخل في ايميبليجيا حقيقيه واضح واضح طيب فاضل ايه بعد كده علاج هتعالجها ازاي لما اشخصها ايه اكتيفيتد بارشر ترومبلاستين تايب ده اللي بتابع بيه الهبر
ولو في حته مكان مش كده خالص. ما هو لا موجود برامات اس في ال ماشي. اه بص عشان لو عنده بليدنج ولا حاجه تشوف يعني. طيب المهم العلاج بتاعنا يا ميديكال يا سيرجيكال. ميديكال انتوا عارفينه هتعالج السبب صح. العين دوت ايه راي حضرتك تديله انتي بليتلتس اجريجيشن انتي بليت مش ده على مستوى الارتريز دايما. بصوا يا جماعه لازم منكم بيقول لي حاجه قالوا لنا في الجامعه ان احنا عندنا الانتي بليتلتس والانتي كواجل. ايه الفرق بينهم؟ الانتي بليتلتس حلوه قوي لما يكون على مستوى الارتريز. الانتي كواجلنت حلو قوي لما يكون على مستوى الفينز. وانا دلوقتي بتكلم على مستوى مين؟ ارتريز. فاحسن حاجه بستخدمها ايه؟ احسن حاجه بستخدمها هي انتي بليتلتس. طبعا هم نفس الكلام. هتقول لي اسبرين ودايبريدامول اللي هو البرزنتين وتكلت طبعا ماشي. ندي انتي كواجلنت. طب الجرعه مش مكتوبه هنا الجرعه نفسها هي نفسها نفس. حد فاكر الجرعه غير مبسوط من 80 للجدار بلس 15 وبعدين 15 لمده ظهرنا معاكم وبعدين هو خلاص سهله نفس العلاج على فكره نفس العلاج. عايز بس ازود كده كلمه statins اللي هي شفت كلمه other drugs may be used نوتروبيل والكلام ده نكتب جنبها and statin. ليه statin بقى يا ولاد؟ عشان غالبا لازم بيكون عندهم هايبرليبيديميا بلس طبعا treatment of risk factor as hypertension. treatment of any risk factor اكتب جنبها as hypertension and diabetes. على فكره الدرس ده قريب من الدرس بتاع الانجينا والله بس ده على مستوى المخ يعني ماشي. فدي انجينا وبرين يعني. ايه بقى؟ ها في سيرجيكال. هو كان في علاج سيرجيكال للانجينا؟ وكان في حاجه اسمها ستنت وكان يقول لك كورونري انجيوبلاستي. على فكره هم فكروا نفس التفكير نفس التفكير. هو قال لك في حاجه اسمها سيريبرال انجيوبلاستي ندخل بسطره ونشوف الارتر اللي فيه مشكله واخد بالك ونحط فيه ستنت دعامه اندر تراي. بيقول لك اندر تراي ليه انجيوبلاست. وجم عملوا حاجه اسمها اند ارتريكتوم اللي هو الكاروتر اند ارتريكتوم. ايه الفكره يا جماعه؟ عملنا الواحد دوبلس ولقينا الكاروتر بتاعه مسدود بنسبه فوق ال 70%. هو فوق ال 70% ده حاجه ايه يعني؟ ده فوق ال 70% يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم مش داخل في تي اي ده داخل في ميجور ستروكس مش ستروك واحده ستروكس. في هذه الحاله يعملوا ايه؟ بالظبط كده. بص عليا مش بهرج بجد دي عمليه كبيره. ها العيان خلاص بيخدروه ويدخل هنا يروح فاتح ويرفع السن المستطيل ويرفع على الكاروتيد واخد بالك يروح فاتح الكومن كاروتيد ويشيل الدهون اللي فيه كلها يقشره كده من جوه واخد بالك ويبدا ينظفه وبعد كده يروح مخيطه تاني ويخيط كل حاجه عنده. اسمها اند ارتريكتومي. بس بتتعمل امتى؟ لما يكون الاوكلوجن اكتر من 70% ودي ام سي كيو. شايف كلمه 70%؟ دي ام سي كيو. طب نروح هو في ناحيه ثانيه شغال؟ طب الناحيه الاولى في حاجه اسمها سيرشن اوف تخيل ما شاء الله كولومبيه. ها في حاجه في وصله بين الاثنين ما شاء الله ما شاء الله. ها في وصله بين الاثنين كده هنقولها اسمها سيرشن اوف ويلز. بعد كده في كلمه اسمها انجيوبلاستي اللي هي الستنت. اكتب جنبها الدعامه. نبدا نركب دعامه على الارتر اللي هو ايه؟ الارتر اللي هو مقفول ده. واضح الكلام ولا ايه؟ ده سهل ولا صعب؟ على فكره انا لو اجيب لك سؤال ممكن ما يجيبلكش بقى الهيموليجيا كلها ويجيب لك الحته دي. هو بصراحه وبصراحه يعني دي اوقع جدا يا جماعه. هو ده سؤال ملموم بيجيب 10 درجات حلو حتى في كلام في فنيات في انفستيجيشن في حاجات تتعمل. لو جالي ام سي كيو انفستيجيشن اوف تشويس ام ار اي طب في ام ار اي احط طب افرض ما جابلكش وجاب لك السيريبرال انجيوجرافي خلاص يبقى هو يعني دوت اللي كان يبقى ده سؤال قديم وهو اتحط كده وخلاص. طيب فاضل لي كلمتين تفهيم صح؟ تفضل. على فكره خدتوه مع السكيميك هارت مش مهم اصلا. لا هقولها بس انتوا خدتوها دي في الكارديولوجي بس هو عشان الناس اللي مش عارفاها. انا جيت اقول للناس مش عارفاها يعني. بصوا يا جماعه كومبليكيشنز للهايبرتنشن في كلمه اسمها هايبرتنسيف انكيفالوز وفي كلمه ثانيه اسمها لاكيونر انفارش. انا عايز بس افرق بينهم. بص يا ولاد هايبرتنسيف انكيفالوز ده حصل صدم انكريزنج البلاد بريشر واحد كان ضغطه حلو واس فجاه عالي اس فجاه عالي. المفروض لما الضغط يعلى يحصل فازو كونستريكشن عشان نقلل الدم اللي رايح لهذا المكان.
يحصل فيلير اوف اوتو ريجوليتوري سيستم ويحصل مكانه بولز ديليتيشن. انا مش هفهمها اقول لك ايه. لو واحد كده لا قدر الله ماشي كده في الشارع ولقى عربيه داخله عليه المفروض هو طبيعي رد فعل طبيعي بينها العربيه عارف لو العربيه خلاص هتخبطه بينه وبينها 2 متر صدقني لا اراديا يعني هيروح يقابل العربيه فاهم حاجه؟ هيروح يقابلها هيروح لها عارف ليه؟ ما خلاص ارتبك حصل ارتباك نفس القصه المخ لما يحصل هايبر تنشن يعمل ايه؟ فازو كونستريكشن لو الهايبر تنشن سريع جدا واسمك قتل والضغط عليه مره واحده بدل ما يحصل فازو كونستريكشن يحصل فازو طيب لما يحصل فازو ديليتيشن يبدا الكابيلاريز فازو تبدا ترشح فلما تبدا ترشح تعمل حاجه اسمها برين اديما وهذه البرين اديما تعمل ايه في الانتراكرينال تنشن؟ طب واللي عنده زياده في الانتراكرينال تنشن يشتكي من ايه؟ صداع بريسنج للكوبلينج اوف فيجن ويبقى عنده بروجكتايل فوميتنج وكوما كونفرجن عشان كده يجي لك الاستقبال في كوما اسمها هايبر تنسيتي كولوبس ايه الحل بتاعنا؟ لازم نبدا نعالج هذا البلاد بريشر وننزل بالراحه يعني بالراحه لو سمحت بالراحه مفهومه؟ ما تنزلش مره واحده طب الاتجاه الثاني واحد عنده لونج ستاندنج لونج ستاندنج هايبر تنشن فالاوتو ريجوليتوري ميكانيزم اللي هو فازو كونستريكشن شغال هذا الفازو كونستريكشن لما بيحصل في البرين تيشو بص ده الانترنال كبسول مثلا يعني وده السيربيلوم وده مثلا البرين فمثلا الارتري اللي هنا حصل فيه فازو كونستريكشن فالحته اللي بتتغذى في هذا الارتري عشان فيه فازو كونستريكشن الدم رايح كتير ولا قليل؟ مع الفازو كونستريكشن الدم بيزيد ولا بيقل؟ بيقل في فازو كونستريكشن فالدم قليل فالحته دي يحصل فيها الدلايوزس هو لما يحصل الدم يبقى قليل هنا فتح يحصل فايبروز الجسم كله يحصل فيه فايبروز الفايبروز بتاع البرين اسمه ايه بقى؟ ماده كده عامله زي المهلبيه عجينه كده جلايوزس هذه الماده ماده هلاميه جدا تروح واقعه ويحصل لها ابزوربشن مع السي اس اف فتلاقي بعد كده بعد فتره لونج ستاندنج هايبرتنشن تلاقي المخ بتاعه بقى منقرش كده تلاقي حتت كده او تلاقي حتت في السيربيلم كده حتت في الانترنال كبسول كده عامله زي عيش النحل عشان كده اطلقوا عليها كلمه اسمها لاكيونر انفيلاكيون يعني ايش اشرح اسمها لاكيونر انفاركشن بس ده على فكره بيكون حاجه صغيره جدا وبختك يا مخيبه يعني ايه مثلا يعني مثلا في الدنر كبسول ده نازل فيه البيراميدال وطالع فيه السنسيشن لو جت في حته بتاعه البيراميدال هيعمل موتور ويكنس لو جت في حته بتاعه سنسيشن هيعمل سنسور افيشن لو جت بتاعه الاوبتيك هيحصل مشاكل في العين فاهمني ولا لا طيب لو انا حبيت اقول كلام بقى بتاع الناس فاهمين نيورولوجي بقى ناس فاهمين نيورولوجي انا دلوقتي عايز افرق بين الاثنين دول في كلمه واحده اقول لهم كلمه واحده العيان دوت المرض بتاعه ديفيوز نو ساينس اوف لاتراليزيشن المريض ده لوكالايزد عنده ساينس اوف لاتراليزيشن يعني ايه جاب واحد في الاستقبال ها وبعدين جه تفحصه جسمه كله سايب ها ما عندوش حاجه يعني لاتراليزيشن يعني في ناحيه افكت عن الناحيه الثانيه هايبوفونيا في الجسم كله هايبرفيكس في الجسم كله هايبرتنسيف انكيفالوس لكن جالي واحد مشكلته في رجله اليمين بس مشكلته في دراعه اليمين بس مشكلته سنسوري في مكان واحد مشكلته في عينه مش شايف يبقى دوت اسمه ايه لاكيونر انفاركشن يبقى اللاكيونر جاي في حته محدده في مكان محدد تقول لي بس يا دكتور ممكن يكون في اماكن متعدده اه بس هو بيكون جاي لك بحاجه اللي حصلت دلوقتي فيكون جاي لك بايه ها بحاجه واحده بس مفهومه ولا ايه ها الحته دي مش مهمه خالص الترم ده خالص يعني خالص مش هجيبها خالص الترم ده دي بتيجي في الترم الاولاني اصلا ككومبليكيشن للهايبرتنشن ما تجيش الترم ده اي حال من الاحوال حتى يعني كده لو ديسكشن اورال ديسكشن ولا حاجه ها لكن ما تجيش سؤال ما جاش قبل كده سؤال ماشي حد عنده سؤال حد عايز حاجه الدرس اللي جاي اللي هو في النيورولوجيا بيوم السبت هيبقى اسمه بلاس سبلاي اوبرين الدرس ده محتاج حاجتين محتاج ان احنا نذاكر نراجع السيريبرال كورتكس لسه مذاكرها نبص عليها بصه المنيجي ونكون مذاكرين هيميبليجيا ليه؟ هو مراجعه للسيريبرال كورتكس مع الهيميبليجيا يعني ببساطه هقول لك الهيزل اللي رايح للمخ ايه؟ لو قفلنا ده يحصل ايه؟ ها فلازم تكون فاكر الارياس كويس قوي ومحدش يتاخر دي حاجه بكره هيبقى يوم هنخرج بره بقى النيورولوجي شويه وهناخد كده ايه حاجه يعني هناخد غده كده على بعضها زي ما تاخد مننا بقى هناخد الوظيفه بتاعتها وبتعمل ايه وما بتعملش ايه وعلى فكره عشان بس ايه انتوا ماسكين الكتاب ده عمالين تعيطوا ارفع الكتاب ده لفوق الكتاب ده مش كبير باي حال من الاحوال ثلاثه هو الفكره ده ثلاث بلاشات دي حاجه الحاجه الثانيه الصفحه مش مليانه الحاجه الرابعه ده مهم يعني او الحاجه الثالثه الحاجه الثانيه واتيفر يعني مش مشكله الحاجه الكام قصدي حاجه بس ان هو ايه مثلا لما نيجي نشرح الغدد دي
ما انا هقول لك الغده موجوده فين وبتعمل ايه والامبريولوجي بتاعها ايه والبلاس لايف بتاعها ايه والريليشنز بتاعتها ايه والهرمونز اللي بتطلعها يبقى اقول لك مش طبعا الكلام ده كله ده فيسيولوجي انت عليك المرض انت عليك مثلا يعني الاكروميجالي بيشتكي من ايه هعمل له انفستيجيشن ايه هعالجه بايه فاهم يعني كله في الاخر بيتلف في الضرتين من الاخر ها بس ايه تبقى فاهم يعني. ماشي اولنا ان شاء الله بكره الساعه 1 حد عايز اي حاجه واحنا اول مره تعرف بجد التزمه كده.